بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بيكم. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن التوبيك 2، توبيك نمبر 2 من سيكشن بي من بارت 1، اللي هو اللي بيتكلم عن البادجيتنج كونسبتس. احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستراتيجيك بلاننج، وقلنا ان انا عندي مراحل الاستراتيجيك بلاننج، هو الانفيرومنتال اناليسيس اللي هو سواء كان اكسترنال او انترنال. اتكلمنا عن اللي هي الاستراتيجيك او الاستراتيجي فورميوليشن، سواء كانت الفيجن، الميشن، الجولز اللي هي استراتيجيك جولز اند تكتيكال جولز والاوبجكتيفز. اتكلمنا عن الايه، خدنا نبذه سريعه عن الاوبريشنز بلان وعن البادجت. النهارده هنتكلم بتوسع النهارده وبقيه المحاضرات، بقيه التوبكس في بارت 1 في سيكشن بي، هنتكلم عن البادجت والبادجتنج كونسبتس وطريقه اعداد الموازنات في الشركات ان شاء الله. النهارده هناخد مفاهيم الايه، مفاهيم اعداد الموازنات، البادجتنج كونسبتس، مفاهيم اعداد، وناخد كده اطار نظري للموضوع، ونبتدي نفهم يعني ايه موازنه وايه الهدف منها وجودها ليه، ونتعرف على الموازنه كاداه من ادوات التخطيط في الشركه. طيب البادجت، ايه هي البادجت؟ يعني ايه بادجت؟ البادجت يعني موازنه، موازنه يعني اداه تخطيط، حاجه كده بنستخدمها في ان احنا نخطط للمستقبل. فهي operational plan، خطه تشغيليه، and control tool for an entity that identifies the resources and the commitments needed to satisfy the entity's goal over a over a period. هي عباره عن خطه تشغيليه واداه رقابه بتعرف او بتحدد الموارد اللي احنا محتاجينها والالتزامات التي على الشركه عشان نقدر نحقق ايه، نستخدم هذه الالتزامات ونستخدم هذه الموارد ونوفي هذه الالتزامات من اجل تحقيق الايه، الاهداف الخاصه بالشركه خلال فتره معينه. دي البادجت. البادجت بيقول لي ان البادجتس ار برايمرلي كوانتيتيف. لما نيجي نعمل البادجت، انا ما بهتمش في البادجت بالاداء الايه، الكواليتي، جودة الخدمة اللي بقدمها، مش شغل البادجت. شغل البادجت يديني أرقام، أنا محتاج أحقق مبيعات قد كده، محتاج الكوست بتاعي يكون عند مستوى ليفل معين ما يزيدش عنه، الكوست بير يونت أو التوتال كوست بتاعتي، أوكي؟ محتاج الأوفر هيد بتاعي ما يتعداش مستوى معين، أنا بتكلم في أرقام، في البادجت بنتكلم في أرقام. الجودة المنتج اللي بنقدمه دي قصة تانية، في حاجة اسمها إدارة الجودة الشاملة، في التوتال كواليتي مانجمنت، في وما إلى ذلك. لكن احنا النهاردة ودي بنتكلم فيها في البروسيس، في 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 الوحدة الرابعة أو التوبيك دي، اللي هي لما نيجي نتكلم عن الكوستنج، في حاجة اسمها إيه، البروسيس مانجمنت، وازاي نقدر ندير البروسيس بتاعنا ونقدر نوصل يعني ننوع في المنتج ونحس الكواليتي بتاعه، في اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت، واكتر من وسيله هنا. انما النهارده طبعا انا برضو هنا عشان بس ما نقولش انها كوانتيتيف ونسكت، ما هو كوانتيتيف معناته ايه؟ معناته ان انا لما اجي احط ليفل للكوست معناته انه هيعتمد على الكواليتيتيف. يبقى الاول حاجه مبدئيا دي بادئ زي بدء، لازم الناس اللي بتاعت اداره الانتاج والجوده يجيبوا لنا، حددوا لنا جوده المنتج بتاعنا، بناء عليه نبدا نقول تكلفته هتبقى قد ايه. يبقى انا في الاول خالص الكواليتيف بيتحدد في منطقه ثانيه خالص، بعدين يجي هنا نحدد احنا الكوانتيتيف بتاعتنا، سواء كوستنج بقى، مصاريفنا، ارباحنا، ايراداتنا، وما الى ذلك. تمام، يبقى كده دي الايه، البادجت. طب البادجتنج هي خطوات اعداد الموازنه، يعني البادجت هي الموازنه، هي الخطه، هي البلو برينت اللي احنا قلنا عليها. تمام، والبادجيتنج هو الخطوات اللي لازم ايه، ان احنا بنمشي عليها من اجل تحقيق الايه، من اجل تحقيق او تنفيذ هذه الايه، من اجل تنفيذ او من اجل اعداد هذه الموازنه. بادجيتنج از اندرتيكينج ذا ستيبس انفولفد ان بريبيرينج ا بادجت along with clear communications of organizational goals. The ideal budget also contains budgetary control. احنا قلنا ان انا اول حاجه قلناها اهو، ان لازم تكون البادجت operational plan، خطه التنفيذ،
اللي هي دي بريبيرنج بادجت، والكنترول تول ان انا خلاص خلصت البادجت ابدا اعمل عمليه ايه، خلصت وحددت الاهداف والناس بدات تشتغل تحقق، لازم يحصل نوع من انواع الاتصال ما بين الاداره العليا وما بين الناس اللي بتقوم بتنفيذ هذه البادجت، من اجل ان انا يكون عندي كنترول واتاكد ان البادجت ايه بتحقق الاهداف ايه بتاعتها. فالبادجتري كنترول ايه هو البادجتري كنترول؟ قال لي هو سيستماتيك without formal system of control a budget is little more than a forecast. الفوركاست هو ايه؟ هنتكلم عنه ان شاء الله في توبيك 3 التوبيك اللي جاي المحاضره الجايه. الفوركاست هو ان انت بتقعد تتنبا برقم معين، يعني تيجي تقول لي انا عايز احقق مبيعات السنه الجايه قد كده، يبقى كده ايه خلاص انت عملنا كده، قعدنا نعمل شويه مقاييس، استخدمنا شويه مقاييس احصائيه، قلت لي ده انا بايع السنه اللي فاتت ب 100,000 فانا عايز احط عليهم 10% السنه دي فهعمل 110,000، او انا بايع ب 100,000 بس السوق فيه العوامل الاقتصاديه اللي في السوق دلوقتي في حاله الانكماش، في حاله الناس في ازمه اقتصاديه فالناس مش هتصرف، فهقلل الرقم المبيعات ده، يبقى انت بتعمل فوركاستنج رقم وخلاص. اما البادجت منهجيه سيستم متكامل، سيستماتيك ابروتش، منهج سيستم متكامل، اوكي، لازم يكون فيه زي ما قلنا خطه ومتابعه هذه الخطه. بالنسبه للمبيعات ممكن تحقق ممكن ما تحققش، ممكن قلنا ال 100,000 تبقى 110 ممكن تبقى 90 تحقق ما تحققش، لكن البادجت وفي الفوركاستنج كمان انا لو ما حققتش الرقم مش هقعد اقول انا ليه ما حققتوش، انا خلاص انا عملت استخدمت الدوال بتاعتي او درست تحللت الوضع الحالي للظروف الاقتصاديه وظروف المنشاه وقلت خلاص او المنظمه وقلت هنعمل الرقم مبيعات قد كده، ما ادورش وراه. لكن البادجت العمليه مستمره، عملنا البادجت نبدا نشوف مراحل تنفيذها، نتابع تنفيذها، طب ما بنحققش الاهداف بتاعتنا، طب ايه الاسباب، نحلل الانحرافات، نبتدي ندي توصيات بتعديل البادجت والارقام اللي فيها، يبقى هي كده بايه عملية متكاملة. اوكي، بادجتري كنترول از مانجمنت بروسيس، هي وسيلة الإدارة أو العملية تكون بها الإدارة to help ensure that a budget is achieved by instituting a systematic budget approval process. زي ما احنا قلنا في approval process خاص عملية موافقات وعملية متكاملة خاصة بعملية البادجت، وكل جهود المنظمة تضافرت من أجل انها تشتغل على البادجت وتحقق الاهداف الايه التي تم وضعها في البادجت. مش بس كده، كمان ده انت كمان لازم تعمل تحليل للانحرافات اللي ايه عن البادجت، عن المخطط. انت كنت حاطط 100,000 مبيعات او كنت حاطط 100,000 ارباح فانت عملت لي 90 او 70، طب ليه؟ طب انت كنت قايل لي ان تكاليفك التوتال كوست بتاعتك كانت حطيت لها 50 بقت 70 ليه؟ وندرس وما ينزل، ويبقى في فيدباك تغذيه عكسيه بحيث ان للاداره العليا بحيث انها تبدا تشوف الاسباب وتحط وتبتدي ايه تاخد اجراءات ايه تصحيحيه كوركتيف ايه اكشنز. The goals identified in the budget must be perceived by employees realistic if those employees are to be motivated to achieve the goals. كمان من ضمن البادجت كنترول احنا قلنا انت بتتابع تنفيذها، فلازم يكون الموظفين او الناس اللي هتشتغل في البادجت وتعمل على تحقيقها يستقبلوا هذه الاهداف بانها اهداف واقعيه، ما تحطلهمش اهداف خياليه، تحط لهم اهداف مبالغ فيها، لازم تكون اهداف قابله للتحقيق. زي ما احنا قلنا لما جينا نتكلم عن الاوبجكتيفز وقلنا ان فيهم هم لازم يكونوا سمارت، لو في المحاضره اللي فاتت قلنا سمارت الحروف الاولى من كلمه ايه؟ ها؟ من الحروف الاولى من خمس كلمات اس ام اي ار تي، اس ام اي ار تي سمارت، قلنا ان هم لازم يكونوا سبيسيفايد محددين. لما جينا نتكلم على الام فقلنا ان لازم يكونوا ميجريبل قابلين للقياس، لما جينا نتكلم عن الاي فقلنا ان هم لازم يكونوا اتينبل قابلين للتحقق، لما جينا نتكلم عن الار قلنا ان هم لازم يكونوا ريليبل يعني واقعيين يعني اهداف واقعيه، واخر حاجه التي قلنا ان هم لازم يكونوا تايمري. فلازم تحط لي اهداف تتصف فيها هذه الايه تتصف فيها هذه الصفات من الحروف الاولى من كلمه ايه اللي هي كلمه سمارت، سبيسيفايد ميجريبل اتينيبل ريليبل واخر حاجه اللي هي ايه تايم. تمام، طيب البرفورما ستيتمنت احنا كده قلنا البادجت بادجيتنج البروجكتري كنترول، قلنا البرفورما ستيتمنت هي
انت النهارده لما بتيجي تعمل الميزانيه الفاينانشال بوزيشن في نهايه السنه، بتعمل التقارير الماليه بتاعتك، سواء كانت ايه فاينانشال بوزيشن هي قائمه المركز المالي او بالانس شيت، سواء كانت الانكم ستيتمنت، سواء كانت قائمه التغير في حقوق الملكيه، سواء كانت الانكم كاش اللي هي الكاش فلو اللي هي قائمه التدفق النقدي. تمام. قال لي تعالى بقى في اول السنه اعمل حاجه اسمها بروفورما ستيتمنت، كل الحاجات دي اعملها في اول السنه كتخطيط، اعمل لي بروفورما بالانس شيت، واعمل لي بروفورما انكم ستيتمنت، واعمل لي بروفورما كاش فلو. تمام. اللي هي مبدئيه او اوليه، بحيث ان انت يكون عندك فرصه انك تقارن ما بين القوائم دي في نهايه السنه مع القوائم اللي انت عديتها في بدايه الايه السنه. اوكي. ا بروفورما ستيتمنت از ا بادجيتد فاينانشال ستيتمنت بيسد اون هيستوريكال دوكيومنتس ذات از ادجستد فور events as if they had occurred. انت بتبتدي تحط، بتجيب القوائم دي، ممكن تجيبها على اساس ايه؟ انك تدرس السنه اللي فاتت، ارقام السنه اللي فاتت وتعدل عليها، تبدا تحط احداث معينه، تقول زي ما احنا قلنا حللت السوق، فانت في عندك السوق في انكماش، في عندك زياده في الناس، في تضخم، في ازمه اقتصاديه، فبتبتدي تحلل الاحداث دي، تحللها وتبتدي تشوف تاثيرها على الارقام من ايه بتاع السنه اللي فاتت، وكانها وتحدث ايه، اكنها اثرت وحدثت فعلا في ايه، في السنه الجديده، في القوائم الجديده، وتبتدي تصدرها. زي ايه؟ قال لي budgeted balance sheet, budgeted statement of cash flow, budgeted income statements are forecasted of goals, forecast of goals for future period that assist in the allocation of resources. بتساعد في كمان ايه؟ ان احنا نعمل توزيع للمصادر، للموارد بتاعتنا. اهم حاجه يعني مساله الريسورس، الالوكيشن اوف ريسورسز دي على فكره دي مساله رهيبه جدا، هي تعتبر هي عصب الحياه اللي احنا عايشينها، هي اسمها المشكله الاقتصاديه في العالم، هي مشكله توزيع موارد، الوكيشن اوف ريسورسز، هاو تو الوكيت يور ريسورسز، ازاي توزع الموارد بتاعتك بين الانشطه المختلفه بحيث ان انت تحقق منها اعلى استفاده ممكنه. فده عن طريق انك ايه؟ تبدأ تخطط وتحلل وتاخد قرارات بما في الصالح العام للايه، للشركه او للدوله ككل. طب نشوف بقى البادجت سايكل، دوره الموازنه عامله ازاي. احنا قلنا اهوت انت النهارده هنبدا نفكر نعمل خطه، عملنا تحليل استراتيجي وحطينا الاستراتيجيه بتاعتنا، الفيجن والميشن والاستراتيجي والاوبجكتيفز والجولز. تمام. هنعمل بقى الموازنه، دخلنا في مرحله ان احنا نشتغل اوبريشنز، نبقى شويه ايه في البوتوم لاين، فهنعمل الموازنه. قال لي اول حاجه لما تيجي تعمل الموازنه يبقى بادجت سايكل يوجوال انفولفز ايه، اول مرحله عندي ادرس ذا انتايتي از اول از ويل از اتس سب يونتس اند اول مانجرز اوف سب يونتس اجري تو فولفيل ذير بارت اوف ذا بادجت. يبقى انت النهارده بتحط كده لازم تاخد كل الادارات اللي في الشركه والمدراء بتوعها ان هم جاهزين ان هم ايه يحققوا الجزء بتاعهم في ايه في الموازنه. انت اول بتبتدي تعاون الشركه ككل او موازنه الشركه، وتبتدي ايه تاخد ايه بنسميها المانجرز باي ان، التضافر الجهود بتاع كل المدراء في الشركه. دي اول مرحله. المرحله الثانيه قال لي the budget is used to test current performance against expectation. يبقى احنا عملنا البادجت، حطينا الخطه، وخدنا موافقه المدراء كلهم ان هم هيحققوا الهدف او الجزء بتاعهم في البادجت. ثاني مرحله اللي هي ايه؟ ان انت بتستخدم البادجت، يوز ذا بادجت ايه؟ تو تيست كارنت برفورمانس اجينست اكسبكتيشنز، تبتدي تعمل اختبار للاداء الحالي في مقابل الاداء الايه؟ المتوقع. يبقى دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه قال لي فاريشن فروم ذا بلان ارجز مايند. انت النهارده الاداء عندك، الناس عملت الخطه، الناس بدات تحقق، لقيت في اختلافات، اللي هي اللي ايه اللي هي عملت تيست فلقيت في اختلافات، قال ان الاختلافات دي تبدا تحللها وكوركتيف اكشنز ار تيكن وين بوسيبل. النهارده لو في امكانيه انك تاخد اجراء تصحيحي والموازنه شغاله از اوكي، يعني نقول ان انت النهارده كنت حاطط مبيعاتك 100,000 دولار، 100,000 دولار حجم المبيعات بتاعتك، وفجأة لقيت او بلاش نخليها بالدولار، خليها باليونتس، انت عملت 20,000 يونت، هتبيع 20,000 يونت، وفجأة لقيت ان السوق في حالة رواق شديدة جدا، بس انت ما انت لما قلت 20,000 يونت
انت كمان عامل موازنه الانتاج بتاعتك انك هتنتج 20,000 يونت، فمش هتتعدى ذلك، فما طلبتش كميه ماتيريالز بزياده، فكنت خلاص انت رابط نفسك عشان ما تحملش نفسك مصاريف تخزين وتعرض التخزين التقادم، فاعتربت على قد ال 20,000، عملت حسابك في كده. بس لقيت ان السوق في اول كوارتر خد 10,000، انت حاطط 20,000 للسنه كلها، فلقيت في اول كوارتر خد 10,000، باع 10,000 وحده، فلقيت ان لا انت معقول هتقعد 3 كوارترز الباقيين في السنه على 10,000 وحده بس؟ فلا لقيت ان يعني معنى كده ان السوق في حاله رواج، فقلت لا طب انا استفيد اعمل ايه؟ كوركتيف اكشن، الحق واقول لا خلاص زود لي عدد اليونتس اللي انا هبيعها، وهبدا اغير بقى الارقام بما ايه نسبه وتناسب. يعني انا كنت حاطط الكوستنج بتاع قد كده، ابدا ازود الكوستنج وابدا ايه اعمل تصحيح. طيب ده اسمه كوركتيف اكشن. طب لقينا ان الكوركتيف اكشن مش 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 نافع، يعني لا احنا محتاجين بقى الارقام دي، مش التغير ده مش تغير ايه، مش تغير لحظي، يعني مش تغير وهيتغير، يعني مش تغير لفتره وهيروح، لا ده انت لقيت ان الموضوع انت محتاج تعدل بقى الموازنه بشكل كامل، فتعمل لها ايه؟ قلنا فيدباك از كولكتد، تبدا بقى الناس تعمل تغذيه عكسيه للتوب مانجمنت، ويبدا يحصل مراجعه على الموازنه من اول وجديد، ونبدا نغير في شكل وهيكل الموازنه عشان يتناسب مع الايه؟ مع الكرنت سيركمستانسز، مع الظروف الايه الحاليه. ادي الشكل بتاع الموازنه. اول حاجه قال لي كرييت ماستر بادجت اند سب بادجت، اهي ده عملناه، وجيت مانجرز باي ان، اوكي اللي هي دي، يبقى اول واحد في النقطتين دول. هنا ذا بادجت از يوزد تو تيست كرنت بيرفورمانس اجينست اكسبكتيشنز، اي انالايز كرنت بيرفورمانس فيرسس اكسبكتيشن. جينا هنا عملنا ايه اللي هي فاريانس فروم بلان ار اكزامايند، اكزامايند فاريشن و تيك كوركتيف اكشن. طب لقينا ان مش نافع، محتاجين لا ده الموضوع الارقام محتاجه تتغير بشكل كامل، فتعمل بشكل كامل. فقال لي اوبتين فيدباك اند ريفايز بلان، تبدا تعمل اعاده تخطيط لهذه الايه. تمام دي كده البادجت. طيب لو جينا نقول بقى احنا ليه بنعمل بادجت، يعني ايه الفكره؟ ايه يعني بدل ما الناس يا عم عادي خلينا شغالين واكت ورياكت للسوق، رياكتنج للسوق وعادي جدا، احنا لسه هنصدع نفسنا ونعمل بادجت ونصرف. وقال لك الموضوع باختصار شديد جدا في جمله بتتقال if you don't know where you are going anywhere can take you there، لو انت مش عارف انت رايح فين في اي مكان هياخدك هناك، باختصار انت ماشي فحسب ما الموج يشيلك ويوديك فانت ماشي معاه. فالبادجت بتحط الهدف، بتحدد لك الجنرال دايركشنز، بتحط لك الطريق، توضح لك وتنور لك الطريق، تبقى انت عارف انت ماشي ازاي، يبقى انت في اي مرحله من مراحل الشركه تقدر تحلل وتشوف لا انت ماشي في الطريق الصح ولا ماشي في الطريق الغلط. تمام، مش نسيب الدنيا ماشيه وفجاه هوب لقينا نفسنا مش قادرين نواجه احتياجات السوق، او 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 فجاه نلاقي نفسنا خرجنا من السوق والمنافسه وتحملنا تكاليف عاليه، يعني في النهايه يبقى ماشيين بشكل متخبط. فاول حاجه البادجت بنعملها قال لي ان انت بتعمل بلاننج، تخطيط، بتديك الفرصه انك تخطط، اوكي بلاننج. تاني حاجه اسمها كوميونيكيشن اند كوردينيشن، بتعمل لي عمليه من انواع التواصل والتنسيق ما بين الادارات والاقسام المختلفه في الشركه. تالت حاجه قال المونيتورنج، بتعمل عمليه رصد وتتبع الاداء بتاع الشركه، اوكي. واخر حاجه ايفالويشن، بتديك فرصه انك تعمل تقييم لبرفورمانس ابريزلز او ايفالويشن بتاع فيما يخص الموظفين والمدراء في الشركه، اوكي. وتبدا تشوف الناس ديت يعني فعلا ادائها كويس ولا مش كويس، وبناء على هذا الايفالويشن تبدا تحط الانسنتيفز بتاعك والبونس بيست بيرفورمانس، تربط التوزيعات الحوافز بالاداء بتاعهم، اوكي. طيب لو قلنا البلاننج، يعني البلان بيعمل ايه؟ قال لي one of the major benefits of budgeting is that it forces the organization to examine the future، بتجبر المنشاه انها تستكشف المستقبل وتبتدي تشوف الدنيا رايحه فين في قدام، وتحط خطوات وتحط نفسها خطه زي ما قلنا لقدام، ما تبقاش ماشيه كده. Along with clear communications of organizational goal،
goals. The ideal budget also contains budgetary control. قلنا كده، قلنا ان لازم يكون عندك budgetary control. مهم جدا، مش بس تحط الخطة، بس انت كمان لازم تكون عندك اداة انك تراقب مدى تحقيق الاهداف ومدى تحقيق هذه الخطة. تمام. Budgets an output of planning process provide a framework to achieve the goal of every budget. قلنا ان في النهاية هي عملية التخطيط، هي البادجت دي في النهاية ايه؟ ها، هي نتاج عملية متكاملة من التخطيط اللي هو اللونج تيرم بلاننج، سواء بدأنا بيه بالاستراتيجيك بلاننج والانفيرمنتال اناليسيس لحد ما وصلنا لمرحلة البلان. فالبادجت، فالبادجت دي هي المخرج النهائي او المنتج النهائي بتاع عملية الايه؟ التخطيط. وقال ان هي بتدينا بقى اطار عملي لايه؟ لتنفيذ الاهداف الثانيه، كنا لانجاز هذه الاهداف. احنا كنا لما كنا بنخطط في الاستراتيجيك بلاننج بنحط خطه على الورق، على الورق مفيش امبلمنتيشن تول، انما البادجت بتديني الامبلمنتيشن تول انت هتنفذ. اوكي. وذاوت بادجت مفيش بادجت النهارده، مفيش بادجت، مفيش موازنه للشركه. قال لي ساعتها ايه؟ هتلاقي كل مدير بيعايش مع نفسه. تلاقي واحد في مدير الصيانه عمال يصرف في صيانه ويحط مصاريف صيانه ومع نفسه عمال بيسموها امبروفايز ديجنز، كل واحد بيرتاج القرارات، مفيش اطار الناس شغاله من خلاله، كله اي حد بيعمل اي حاجه. اوكي. اند دوت اوبريت ان رياكتيف رياكتيف مانر راذر ذان برو اكتيف مانر. النهارده كمان هي شغال، تلاقي كل المدراء ايه شغالين على اساس ايه؟ على اساس الرد فعل، الرياكشن. ما عندوش فعل، ما عندوش ان هو يبتكر، ماشي، ما عندوش ان هو لا ده نبدا ما نستناش المشكله ما تحصل، لا ده احنا نبقى عاملين حسابنا ان احنا نخطط ونتجاوز المشكله، لا، ونبني على الاحداث اللي في السوق. يبقى في برو اكتيف مانر. تمام. مهم جدا احنا بنعمل البرنامج ان انت تسمع لكل الناس، تاخد افكار من بره الشركه ومن جوه الشركه، وتبحث في مسارك عشان وتبتدي تحلل السوق، وتبتدي انت اسمها ايه بقى، احنا قلنا ايه؟ examine the future، تستكشف المستقبل. عشان تستكشف المستقبل محتاج تعمل دراسة عميقة للواقع، للواقع. ما هو الواقع هو نقطة انطلاقك نحو الايه؟ المستقبل. دي اول حاجة. الحاجة الثانية الكوميونيكيشنز اند كوردينيشن، مهم جدا واحنا بنعمل البادجت ان انت النهارده انت بتتكلم في الشركة بالكامل، بتعمل بادجت لنفسها. فلما تيجي تعمل البادجت مهم ان انت تنسق ما بين الادارات دي كلها. ما احنا قلنا في البلاننج من غير بلاننج هيبقى في ايه؟ ها، المانجرز امبروفايز ديزيشنز، هيحصل ايه؟ ارتجال للقرارات. طب ما عشان المانجرز ما يبقاش في امبروفايز ديزيشن ايه اللي يحصل؟ قال لك لازم يبقى في كوميونيكيشن اند كوردينيشن بينهم. يبدا كل قسم في الشركه بيحط الموازنه بتاعته طبقا لاحتياجاته وطبقا لرؤيته في الشركه. اوكي. وطبقا للايه؟ للخطوط العريضه بتاعت الموازنه. احنا هنقول دلوقتي طرق اعداد الموازنه او ايه اللي بيتم في اعداد الموازنه. ففي خطوط عريضه كده كل مدير لازم يمشي عليها، بس يمشي عليها في ضوء الخطوط العريضه، وفي نفس الوقت في ضوء انه ما يكونش الموازنه بتاعته تضر قسم اخر. يعني في النهايه لازم يحصل، هو يجي القسم الثاني يعمل الموازنه بتاعته، لازم يشوف قسم الماركتنج، قسم الماركتنج يعمل الموازنه بتاعته، يشوف قسم المبيعات، قسم المبيعات يعمل الموازنه بتاعته. في النهايه لازم كله يصب في الايه؟ في الفاينانشال، قسم الاداره الماليه، كله في تنسيق، بحيث ان كل ما يبقاش في واحده موازنه معموله في قسم معين بعيده خالص عن الايه؟ الاقسام الاخرى، وبالتالي يبقى فيه او انها تؤثر بشكل سلبي على موازنه ايه؟ قسم اخر. Budgeting also promotes communications and coordination of efforts within the organization. Budgeting also allows the organization to communicate its goals to everyone in the organization. من ضمن النقط ان انت كمان لما بتيجي تعمل بادجت انت كل الهدف بتاع البادجت لازم تعمل له كوميونيكيشن لكل الناس اللي في الشركه، سواء كان هيشارك في الموازنه او مش هيشارك. لازم يكون هدف الشركه او هدف المعلن من الموازنه واصل لكل الناس في الشركه، عشان يبقى في احساس يعني ان في مسؤوليه على الجميع في تحقيق هذه الايه؟ الموازنه. تمام. Budgeting sets the stage for everyone in the organization to work toward the goals of organization. Goal congruence. في تكامل اهداف. يكون عندي نوع من انواع تكامل ايه؟ Goal congruence معناها تكامل الاهداف. كل الناس اللي في الشركه شغاله ايه؟ خلاص في تضافر جهود لتحقيق هدف الايه؟ الشركه. دي اول، دي كده الايه؟ الكوميونيكيشن اند كوردينيشن. السبب الثالث في الموازنه او الـ 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 الهدف الثالث للموازنه او النتيجه الثالثه من الموازنه او الاستخدام الثالث للموازنه اللي هو المونيتورنج. النهارده
احنا قلنا احنا عملنا ايه؟ عملنا بلاننج، وقلنا ان لازم تكون كنترول، في عندك اداه كنترول. كنترول يعني ايه؟ يعني انت النهارده تبتدي تمسك الموازنه، تشوف الموازنه هل فعلا بتتحقق. المونيتورنج ده اللي هو الرصد، هل فعلا الموازنه بتحقق اهدافها ولا في اختلاف؟ الاختلاف ده بنسميه فاريشن، بنسميه ايه؟ فاريشن، انحراف. في التوبيك السكشن سي اللي بعد ده ان شاء الله هنتكلم فيه تحليل الانحرافات. فيبقى النهارده في انحراف. طب الانحراف ده سلبي ولا ايجابي؟ فيفربل ولا انفيفربل؟ يعني النهارده حجم المبيعات زاد ولا الحجم المبيعات قل؟ طب التكاليف اللي انا كنت حاططها زادت ولا قلت؟ يبقى ايه؟ بشوف الانحراف، بحلل وبشوف اختلاف الاول، في اختلاف عن الاداء اللي هو البلاننج اللي اتحقق فعلا من البلاننج ولا مفيش؟ طب في اختلاف، طب ايه اسبابه؟ طب هو اختلاف ايجابي ولا سلبي؟ طب ايه اسبابه؟ طب ابتدي اعمل تحليل عشان ابدا اخد قرارات سليمه. تمام؟ مش شرط. قال لي كمان على فكره، مش شرط، قال لي ان لما يكون في عندك انحراف ان معناته ان في مشكله في الموازنه او المدير اللي شغال مش عارف يشتغل. لا، ده معناته ان في جزء في الشركه محتاج انك تعمل عليه فوكس، محتاج انك تركز عليه، محتاج ان انت تفحصه، تحط عليه اهتمام. يعني ده ايه؟ مش شرط لا ده الموازنه ما حققتش الهدف هنا، يبقى في لا تعال لا لازم تدرس الاول، تعرف الاسباب. الايفالويشن احنا قلنا جاست ان كل واحد خلاص الموازنه اتحطت وتم اصدارها بشكل نهائي وتم اعتمادها، اصبح ان كل واحد في الشركه عليه عاتق انه يحقق الهدف بتاعه او الجزء بتاعه في الموازنه. تبدا المينتيننس تسعى الهدف بتاعها، تبدا السيلز عندها حجم مبيعات لازم تشتغل عليه وتحققه، يبدا اداره التكاليف او الاداره الماليه تبدا تحط، تكون كل هدفها شغلها الشاغل انها تركز على اداره التكلفه وانها تخفض التكلفه بقدر الامكان، تبدا اداره الانتاج لازم توفر مستلزمات الانتاج باقل تكاليف ممكنه، اداره المشتريات مثلا تجيب الايه، اداره الانتاج بتعمل شادول للانتاج بتاعها، جدول زمن الانتاج، وتبدا بناء عليه اداره المشتريات توفر احتياجات الايه الانتاج، وعشان توفر الحاجات لازم توفر احتياجات الانتاج باقل تكلفه ممكنه واعلى جوده ممكنه. تمام؟ يبدا كل الناس تبدا ايه يشتغل، كل الموظفين والمدراء اصبح في حاله من حالات الايه النشاط في داخل الشركه انطلاقه. اوكي، يبدا يحصل ايفالويشن، ابدا اقيم بناء على ان كل واحد اخذ على عاتقه او تحمل الدور بتاعه، ابدا اقيم ادائهم، ابدا اقيم انتاجيتهم، ابدا اقيم النتائج اللي طلعت منهم في هذا الايه الاطار. قال لي مش معنى برضو ان يكون في الناس حققت بشكل كويس او الناس اداره زي اداره المبيعات عملت بيع بشكل كبير جدا فمعناته ان الناس دي شغاله بايه؟ ها يعني باداء قياسي ملوش حل. معناته لا، ممكن تكون الظروف اللي في السوق نفسها اللي مساعده، ممكن تكون. فبرضه ارجع اعمل تحديد بناء على الايفالويشن، بنعمل حاجه اسمها الايه، ابدا احدد الانسنتيفز بتاع فريق العمل او فريق العمل بتاع الشركه والناس اللي شغاله في الشركه. طبعا افضل الادوات في دفع البونص دلوقتي او الحوافز انها حاجه اسمها بونص بيست بيرفورمانس. انت بنقدر تبدا تعمل مقاييس الاداء وتدفع عليها الايه، تدفع الحوافز او العمولات للناس بناء على هذا الايه الاداء. وقال لي ممكن يكون ان انت تعمل تحط الفالويشن بتاعك في اللي هي الريوردنج ذيم ايه، اللي هي سواء عن طريق الترقيات، انك تبقى حطها في ملف الموظف بحيث ان في ايه تكون هي لما تيجي ترقي الناس يبقى انت عندك اولويه، الناس اللي بتادي كويس هي اللي تاخد الترقيه. تمام؟ يبقى كده الاربع اسباب بتوع الايه، البادجيتنج، بلاننج، كوميونيكيشن اند كوردينيشن، مونيتورنج اند ايه اند ايفالويشن. economic consideration in the budgeting process. طبعا احنا قلنا انت النهارده انت بتعمل موازنه وقاعد نايم جوه الشركه، انت مالكش علاقه بالعالم الخارجي، صح؟ اللي مظبوط، احنا جوه الشركه اهم حاجه عندنا، مالكش دعوه مش بالعالم الخارجي، مالكش دعوه بالظروف الاقتصاديه في البلد. انت عامل موازنه. قال لي لا، مين قال الكلام ده؟ قال لي مش احنا الموازنه المفروض انها بتبقى الاوتبوت اوف ستراتيجيك بروسيس، عمليه اعداد الاستراتيجيه هي اللي هي المخرج النهائي، هي الحاجه اللي طلعت النهائيه بعد التخطيط الاستراتيجي والاستراتيجيه وما الى ذلك، كانت البادجت. ف
طب مش الاستراتيجيك بلاننج ده كان من ضمنه ان احنا بنقيم البيئه الخارجيه الاكسترنال انفيرومنت والظروف الاقتصاديه صح؟ فيبقى قال لي لازم تاخد في اعتبارك الظروف الاقتصاديه وانت شغال، لان وزن تبع من الاستراتيجيه، الاستراتيجيه اللي هي اساسا قائمه على الاستراتيجيك بلاننج، الاستراتيجيك بلاننج اللي هو اساسا بيحلل البيئه الخارجيه والظروف الاقتصاديه والامور دي كلها تمام. فبقول لي في بعض الاسئله لازم انت تجاوب عليها وانت شغال وانت بتعمل موازنه. بيقول ايه وين ديفلوبنج اورجانيزيشن استراتيجي، انت بتعمل الاستراتيجيه اللي هتيجي بعد كده منها البادجت مانجر شوت اسك ذيس كوتشز. احنا اتكلمنا في الاستراتيجيه التوسع في المحاضره اللي فاتت، لكن يعني برضو ايه ناخد يعني نجمع الموضوع. ف وات ار اور اورجانيزيشنال اوبجكتس، احنا ليه موجودين، هدفنا ايه، مين الكومبيتيتورز بتاعنا، هاو كان وي ريليت اور اورجانيزيشنال اوبجكتيف تو ذا بادجت بروسيس. ناخد بقى الاهداف التنظيميه، لازم نعمل لينك ما بين البادجت والايه والاستراتيجي. اورجانيزيشنال اوبجكتيف تو ذا بادجيتنج بروسيس، هو ار اور كومبيتيتورز اند هاو كان وي ديفرنتييت اور سيلفز فروم ذم. قلنا ان انت تحلل المنافسين وازاي تميز نفسك عنهم. How are we affected by the competition and trends in the marketplace. اتكلمنا عن الفايف فورسز لما اتكلمنا عن strategic planning، ان انت لازم تحلل الايه الماركت فورسز اند ايه الاندستري ترندز، وتبتدي تحدد طبيعتك وقدرتك ان انت تاثر وتؤثر فيها. What organizational risks exist that may impact the budgeting process. قلنا انت عندك في threats في البيئه الخارجيه وفي opportunities، وهي الفرص برضو. What are organizational opportunities exist that may impact the budgeting process. وانت بتعمل البادجت بترجع تقرا الحاجات دي اللي انت المفروض عملتها في مرحله التخطيط الاستراتيجي، وتبتدي تكون في النهايه خالص البادجت لازم تكون flow from the ايه from the strategy، بتتدفق من الاستراتيجيه، ولازم يكون في الاينمنت ما بين الايه البادجت وما بين الاستراتيجيه. ابري ريكويست فور بادجت ديفلوبمنت از استراتيجيك اناليسيس. خلاص مهم جدا ان انت قبل ما تبدا عمليه الموازنه تعمل الموازنه بتاعتك، ان انت لازم تكون عملت عمليه تخطيط استراتيجي. ما تعمل موازنه ازاي وتحط فيها ارقامك البيع والتكاليف والامور دي كلها وانت ما عملتش تخطيط استراتيجي، وما تعرفش البيئه الخارجيه فيها ايه، ولا فرصك ايه، ولا تهديداتك ايه، ولا نقاط القوه ايه، ولا نقاط الضعف ايه. يبقى المتطلب الاساسي قبل ما تبدا البادجت ديفلوبمنت لازم تعمل استراتيجيك ايه اناليسيس، استراتيجيك اناليسيس تمام. البرفورمانس جولز، مقاييس الاداء. النهارده احنا قلنا ان النهارده الشركه ان الموازنه بنستخدمها كاداه كنترول. انت لازم بعد ما تعمل الموازنه ان انت لازم تشوف مدى التقدم في تحقيق الاهداف التي تم وضعها في الموازنه، وهل يتم تحقيق الاهداف كما هي ولا في انحراف عن المرصود تمام. فالبادجت بلايز ا رول ان ميجرينج بيرفورمانس اجينست استابليشد جولز. ماشي، وين يوزنج باست بيرفورمانس، لما نيجي بقى نعمل عايزين نحط الموازنه النهارده عشان نحط المقاييس بتاعتنا الاداء بيرفورمانس جولز اهداف الاداء بتاعنا، فقال لي هتحطها على اساس ايه؟ انت بتحط مقاييس اهداف الاداء بتاعتك في الموازنه الجديده بتاع السنه دي، هل هتحطها على اساس ارقام تاريخيه؟ ونجيب مثلا المبيعات اللي احنا حققناها السنه اللي فاتت ونقول احطها السنه دي، يعني كنت مثلا حاطط ثريشولد مثلا 100,000 وحده فالناس حققت 100,000 فخلاص انا احطها 100,000، بس كانت الناس لسه جديده فهل برضه احطها 100,000؟ قال لك لا، يعني ما ينفعش ان انت تاخد الارقام التاريخيه تحطها زي ما هي في الموازنه الجديده وتبقى دي مقياس الاداء الهدف بتاعي الجديد او البرفورمانس جول بتاعي الجديد. قال لك لا، وي يوزنج باست برفورمانس سولي ها to evaluate present results. The mistakes and problems that occurred in the past are automatically factored in the benchmark that is a being used. كل المشاكل القديمه هتلاقيها بتنتقل معاك في الجديد، فانت محتاج تحسن، محتاج تطور، مش محتاج ترجع لورا. Employing forecasted budget as a plan allows for the use of a of the expected results as a benchmark. بدل ما تقعد ان انت تمسك الارقام القديمه وتحطها هي وخلاص، لا انا تعمل فوركاستنج
ابدا تنبأ، حط ارقام بناء، حلل البيئه زي ما احنا بنقول، وابدا حط ارقام تنبؤيه، تنبؤيه من واقع البيئه، من واقع الدراسه، من واقع دراسه الطلب الحالي للمستهلكين، من واقع دراسه الانكماش او الوضع الاقتصادي، من واقع دراسه التضخم في العمله، من ده يبقى تعمل ايه فوركاست بادجت، ما تبنيش على ارقام ايه تاريخيه. وممكن تبني على ارقام تاريخيه تاخدها كمؤشر، بس في النهايه لازم تكون عامل تحليل للوضع، ما تمشيش كده، تاخدها از ايه بنش مارك، تاخد الارقام تعمل فوركاستنج ويبقى هو بنش مارك، ده افضل حاجه. Another benefit of using budget instead of historical results in the past performance is not always a indicative of future results. ان النهارده البادجت اللي هو الهيستوريكال ريزلتس مش زي ما قلنا ما ينفعش تكون مؤشر للنتائج المستقبليه. A budget may be able to predict and account for such shifts. تاخد تقدر انها ايه تتوقع بالتحولات اللي ممكن تحصل ايه في السوق والتغيرات اللي ممكن تحصل في السوق، انما الاعتماد فقط على الارقام التاريخيه قال لك leads to a sense that the past year must be always improved on no matter the circumstances. لا يعني لو انت استخدمت الارقام التاريخيه هتوحي للموظفين وتدي لهم كده رساله ان احنا خلاص احنا اللي احنا عملناه اللي فات هو اللي هنعمله، مفيش اي تجديد، مفيش اي تطوير، مفيش اي تعديل، انما في تنبؤ. في كمان هنا هيديك ان الناس مش هت ايه مش not strive to ايه to achieve its goals، مش محدش انه هيشتغل يحقق الاهداف بتاعته. تمام كنترول. طب احنا لما نيجي بقى نحط البرفورمانس جولز بتاعنا وعايزين نقيم الناس، قال لي لما تيجي تقيم الناس قيمهم على اساس ايه؟ انت عندك في الشركه او في الديفيجن او في البيزنس يونت في حاجه اسمها كنترولبل كوستس وفي حاجه اسمها ايه فيكسد كوستس. لما تيجي تقيم الناس قيموا على الكنترولبل كوستس. الكنترولبل كوستس اللي هي التكاليف القابله للتحكم اللي هي بتخضع في في تحت الايه اندر ذا ديسكريشن اوف ذا مانجر حسب اختيار الايه المدير او حسب قدره رغبه المدير. المدير ممكن هو اللي يقول مثلا نصرف مصاريف صيانه نعمل عمره للالات ولا خلينا ايه نعمل لها نستنى لما الاله تعطل نصلحها وخلاص. مدير الصيانه اوكي. مدير البيع ممكن يصرف انسنتيفز عالي وممكن ايه لا يصرف مبالغ قليله للناس او ايه او او, أو ممكن مصاريف البيع عنده هدايا للعملاء تبقى عاليه وممكن تبقى قليله على حسب. هو في النهايه دي مصاريف ايه اسمها كنترولبل كوستس. لما تيجي تقيم المدير نقيمه على الكنترولبل كوستس، ما ينفعش ان انا كمان اقيمه على الكهرباء بتاعه او الاهلاك بتاع المصنع. هو الاهلاك بتاع المصنع الات شغاله معوش فيها، اجي اقول له انت هحاسبك عليها مش هيجي نفسه يشتغل، يعني ايه خلاص هيبقى هو حاسس ان هو مسؤول عن حاجه مش بتاعته، فمش هي مش هي حتى مش هيجتهد انه يعمل اللي عليه. فيبقى احنا ما نقيموش الا على اساس الكنترولبل ايكوستس. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده اللي هي كاركترستكس اوف سكسسفول ايه بادجت. خصائص الموازنه الناجحه ايه؟ خصائص الموازنه الناجحه ايه؟ اول حاجه قال لي انها ايه the budget must align with corporate strategy. يعني مهم جدا انها تكون زي ما احنا قلنا كده تتبع او تتبع الاستراتيجيه الخاصه بالايه بالشركه. ما ينفعش انها اعمل بادجت ما لهاش علاقه بالشركه، يعني مع نفسها كده ما ينفعش. تاني حاجه انها should be kept ايه سيبرت. the budget process should be kept يعني تكون اداه قائمه بذاتها، هي في النهايه اداه قائمه بذاتها، بس برضه بتعمل ايه فولو فروم ذا ستراتيجيك بلاننج اند فوركاستنج بروسيس. احنا قلنا الاستراتيجيك بلاننج اتكلمنا عنه، الفوركاستنج بروسيس انك اساسا الارقام اللي جوه الموازنه دي اللي جوه البادجت هي مبنيه على عمليه ايه؟ زي ما احنا قلنا فوركاستنج. لازم تكون انت ما تبنيهاش لما تيجي تعملها، ما ينفعش تبنيها على ارقام تاريخيه او هيستوريكال ايه انديكيتورز، لازم تكون ارقام ايه مستقبليه تنبؤات. فيبقى التالي انها يبقى بتنبع من الاستراتيجيك بلاننج، وفي نفس الوقت الادوات بتاعتك في الاستراتيجيك بلاننج هو ايه؟ هو الفوركاستنج بروسيس. هو فوركاستنج بروسيس. The budget should be used. مهمة البادجت ايه؟ احد اهم مزايا احنا عاملين بادجت ليه؟ قال لي عشان ان انت اولا تو اليفييت بوتنشال بوتلنيك، تحاول ان انت تتجنب المخاطر بتاعت الشركه وتخففها. ما انت عامل بادجت عشان اولا تخلي الشركه
تكون في الاتجاه السليم، وفي نفس الوقت لو في مشكله ولا حاجه انها ايه تخلي تتجنبها وتقلل الايه البوت النكس اللي ممكن الشركه تتعرض لها. ثانيا قال لي كمان انها مفيده في الالوكيت ايه ريسورسز، قلنا احد اهم المشاكل اللي بيعاني منها العالم اللي هي توزيع الموارد، فيبقى برضو الموازنه بتساعد في هذا الامر. الالوكيت ريسورسز تو ذوز ارياز ذات ويل يوز ذا فاندز موست افيشنتلي اند افكتيف، اللي هتستخدم الموارد باكثر افيشنتلي، اكثر كفاءه واكثر فعاليه. اكثر كفاءه يعني ايه؟ يعني ما تهدرش في هذه في استخدام هذه الموارد. واكثر فعاليه يعني ايه؟ يعني هتستخدم هذه الموارد في تحقيق النتائج المرجوه منها، في تحقيق النتائج المرجوه منها. تمام؟ طيب النقطه اللي بعد كده قال لي ان البادجت ماست كونتين تكنيكالي كوريكت اند ريزونابلي اكوريت نمبرز اند فاكتس. انت النهارده لما تيجي تحط الارقام اللي في الموازنه لازم تكون ارقام حقيقيه، ارقام واقعيه، وارقام يعني نقدر فعلا تقنيا نقدر نبررها، يعني ارقام معقوله. تمام؟ مانجمنت انكلودنج توب مانجمنت لازم تكون فولي اندورس ذا بادجت، لازم تكون تتبنى البادجت اند ات ماست اكسبت ريسبونسابيلتي فور ريتشينج ذا بادجت جول. الاداره بما فيها مستوى الاداره العليا مش بس المدراء اللي في الشركه لازم يتبنوا البادجت ولازم يتابعوا البادجت، لازم تكون الرساله المسج اللي وصل لكل الموظفين اللي في الشركه ان 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 لازم يتم تحقيق هذه البادجت. تمام؟ وتكون المسؤوليه الاولى والاخرى تقع على عاتق الاداره العليا، المسؤوليه الاولى والاخيره في تحقيق اهداف الموازنه تقع على عاتق مين؟ التوب مانجمنت، عاتق التوب مانجمنت. Employees must consider a budget as a as a planning communication coordination and not as blam a as blam device. يعني لما تستقبل الموازنه انت اداه موازنه، اداه تخطيط واداه تنسيق واتصال ما بين اقسام الشركه، مش اداه ان النهارده يعني زي حد كده ايه واقف فوق راسي. لا، الموظفين يعني تقضي استقبال الموازنه لازم تحقق دي، احنا لازم نحقق دي، بس دي ليه؟ لانها بتحقق اهداف الشركه، لان تحصل تنسيق في الشركه، تنسيق جهود ما بين ايه الادارات المختلفه في الشركه وما الى ذلك. لازم يتم استخدام البادجت، قلنا انها كاداه موتيفيت كاركترايزد تو بي موتيفيت تول، عشان تقدر ان انت تعمل تحفيز للموظفين وتدفع لهم الانسنتيفز والبونص بتاعهم عشان ان هم تو ستريف تو اتشيف ذا بادجت، عشان الناس دي تكافح وتجتهد وتبذل اقصى ما لديها عشان تحقق هذه البادجت. لازم كمان البادجت تستخدم كنترول ديفايس، ان انت لازم تبتدي تستخدمها في رقابه الاداء والتقييس مدى تحقق اهداف الموازنه. When internal use budget based employee evaluation uncontrollable or discretionary cause. قلنا انت لازم تحدد تقيس الاداء بتاعك ومدى تحقيق هدف الموازنه، لازم تكون على اساس الايه الفاريبل او الديسكريشنري كوستس، الديسكريشنري كوستس اللي هي التكاليف قابله للتحكم. طبعا نقطه كده ما قلناش في الديسكريشنري كوستس، النهارده التكاليف القابله للتحكم دي يجي يقول لك هي التكاليف المتغيره، لا هي مش الفاريبل كوستس بس، لان ربما يكون في جزء من الكنترولبل كوستس يكون ايه جزء ايه ثابت، في بعض التكاليف الثابته قابله للتحكم. زي الكهرباء، الكهرباء تكلفه ثابته بس ممكن نتحكم فيها، بدل ما تقعد سايب لي الانوار والتكييفات والسخانات والدنيا بتاع المصنع شغاله 24 ساعه وبتاع الاداره بتاع، تقدر ان انت تعمل تنظم ما تشغلش الحاجه اللي حسب الحاجه، يبقى دي تكلفه ثابته بس قابله للايه للتحكم. ففي بعض الفيكسد كوستس قابله للتحكم. Sales and administrative budget must be need to be detailed in order to the key assumptions can be better answered. لما تيجي تعمل لي الموازنه بتاع الاداره والمبيعات، هي ممكن تظهر رقم في الموازنه، في الموازنه ممكن تظهر رقم في الموازنه بتاعت الشركه ككل، بس الشركه قسم الاداره وقسم المبيعات هو بيعمل الموازنه بتاعته لازم يكون مفصله تفصيل كامل عشان ايه نقدر نفهمها. ذكي اسامبشنز الافتراضات الرئيسيه فيها نقدر نفهمها، نقدر نعرف انت ليه حاطط لي الارقام دي، ما تبقاش ارقام وهميه. المبيعات قالت لك انا طبعا احنا بنتكلم في الاكسبنس بتاعتنا، فتقول لي المبيعات انا عندي مصاريف بيع بتاع قد كده. طب ماشي، ليه مصاريفي كذا؟ انا عندي فريق عمل مكون من 1 2 3، راتب قد كده، حوافز قد كده، الناس دي تشتغل وعندنا بدلات، ويبقى في ايه في لازم تشوف بيه ايه ها شوف بيه ديتيلد تفصيليه.
a higher authority than the team that developed budget must review and approve the budget. النهارده الناس اللي بتعمل البادجت بعد ما يعني ممكن تكون التوب مانجمنت طبعا موجوده وبتشارك في صناعه البادجت وبتعتمد البادجت بشكل نهائي, بس مش هي اللي بتعمل بادجت, مش هي اللي بتعمل بادجت, بتعمل بادجت مين؟ البادجت كوميتي, الناس اللي هي الميدل اند لور ليفلز اوف مانجرز, البادجت كوردينيتور. بس بشكل عام معظم البادجت بتتعمل عن طريق البادجت كوميتي, ولا بتنسق الجروب بتاعت الايه بيت الاقسام. تمام, فيبقى في توب ليفل, في مستوى اعلى ان هو يبتدي يعتمد هذه البادجت, مش الايه يكون مختلف عن الناس اللي ساهمت او فريق عمل اللي قام باعداد الايه البادجت. فاينل بادجت شود نوت بي ايزلي تشينج بس ات ماست فليكسبل انف تو بي يوزفول. مهم جدا ان انت كمان ما تبقاش عامل البادجت ومدي رساله او ايحاء للناس اللي في الشركه ان احنا او المدراء ان انت ممكن نغير البادجت دي بسهوله. فلازم تكون ايه, ها, لازم تكون not easily changed, بس في نفس الوقت كمان ما تكونش صلبه, تكونش قالب جامد يعوق حركه الشركه. لا, لازم تكون فيها نوع من المرونه بحيث انها تستجيب للمتغيرات اللي ممكن تطرا على الوضع, على السوق وعلى الشركه. طيب, ده بالنسبه للبادجت. بالنسبه للكاركترستكس اوف سكسسفول بادجيتنج بروسيس, عمليه الموازنه بقى, عمليه اعداد البادجت نفسه, ايه هي الخصائص بتاعت اعداد البادجت؟ انا اربع خصائص بمر بيهم, اربع خطوات بمر بيهم في اعداد البادجت, اربع خطوات. الخطوه الاولانيه ان انت تحدد البادجيتنج بيريود, بادجت بيريود, فتره الموازنه بتاعتك قد ايه. تاني حاجه اللي هي participants in the budget process and methods to prepare the budget. مين اللي هيشارك في اعداد البادجت وطرق اعداد البادجت دي, تاني مرحله من مراحل ايه البادجت بروسيس. يبقى انت عندك اول مرحله البادجيتنج بيريود, فتره الموازنه. تاني نقطه the participants in the budget process and the methods to prepare the budget. ثالث مرحله the basic steps in the budget budgeting, هي الخطوات او هي الخطوات الاساسيه اللي بنمشي عليها في اعداد البادجت. واخر حاجه the use of cost standards, the use of cost standards. طيب, اول مرحله قال لي البادجت بيريود, قال لي انا ما عنديش يعني فتره مثاليه للايه لفتره الموازنه, ما عنديش فتره مثاليه لفتره, ما عنديش, ما اقولكش انها ممكن تبقى ايه شهر سنه. قال لي بشكل عام والبريفيرنج والشائع انها تكون عن دوره تشغيليه سنه ماليه. قال لي احيانا في ناس بتعملها سنه مش ماليه, يعني تبدا الدوره, تبدا الموازنه في شهر 6 في 1/7 وتخلصها في 30/6. قال لي ماشي, بس سبيتر انها تكون الفيزيكال يير, السنه الماليه اللي هي من 1/1/2012. ليه؟ عشان تقدر تقارن الارقام اللي في البادجت بالارقام الايه الفاينانشال ايه ريبورتنج. يبقى انت بتقدر تعمل مقارنه ما بين البادجت والتقارير الماليه. اوكي, احيانا ان بتعمل الناس تعمل بادجت, احنا قلنا سنه, ممكن تعمل فتره اقل من سنه, شهريه, ربع سنويه, نصف سنويه, اوكي, وهكذا. في اكتر من نوع من البادجت. ممكن كمان تعمل بادجت طويله الاجل, انت تقول هعمل ايه, احنا قلنا في استراتيجي طويله الاجل. قالوا ممكن تعمل بادجت طويله الاجل برضه, متنبع من الاستراتيجيه, وتعمل ارقام امبلمنتيشن قابله للتحقيق في البوتوم في الاوبريشنز, وتبقى الفتره لثلاث سنين او خمس سنين. بس ده مش موصي بيها, يعني كلما كانت الفتره اقصر كلما كان افضل. ليه؟ تقدر تقيس الاداء بتاعتك, بتاع الشركه, بتاع الموازنه, تقدر تاخد اجراءات تصحيحيه, تقدر تعدل في الموازنه زي ما انت عايز. تمام؟ طيب, دي البادجت بيريود. النقطه اللي بعد كده قال لي ايه؟ participants in the budget process and the methods to prepare the budget. مين اللي بيخش او مين المجموعات اللي بتشارك في عمليه الايه اعداد الموازنه, participants budget process. قال لي اول حد البورد اوف دايركتورز, الثاني التوب مانجمنت, وعندك الايه البادجت كوميتي. دي المجموعات الاساسيه. قال لي احيانا في بعض الاحيان ممكن يدخل الميدل اند لور مانجمنت, بيلعبوا دور significant role in because they create detailed budget based on upper management plan. يعني الدرجة العليا تعمل الخطة الأساسية ويبدأ ياخد منها الميدل أند لور مانجمنت, تبدأ تاخد الأرقام اللي فيها وإيه وبناء على التوجيهات دي أو الدايركشنز دي تشتغل عشان تعمل الإيه الديتيلد بادجت بتاعتها.
قال لي ممكن يكون في بادجيتنج ايه كوردينيتور حسب حجم الشركه وعلى حسب طبيعه الموازنه اللي بنعملها. في بادجت كوردينيتور منسق لو الشركه كبيره وفيها تدخل في الادارات. فقال لي بيجيب حد منسق موازنه مهمته ان هو يبدا يتولى عمليه الايه انه ياخد الموازنه من قسم لقسم ويبدا يحصل النقاش ويقدر يبدا يعمل عمليه توفيق الجهود وتوفيق توحيد الاهداف بتاعت الاقسام المختلفه. وممكن في حاجه وكمان بيدخل فيها البروسيس اكسبيرتس اللي هم الناس الخبراء اللي هم بقى ايه في البوتوم لاين مش في اللي هم في الخط الامامي للعمليات بيبدا وعنده خبره وفاهم في تعقيد لو قلنا بنعمل موازنه معقده بشكل معين محتاجه ناس فاهمه في تصميم المنتج وتكلفه المنتج ويعني هي بتشتغل بشكل مباشر في التصنيع اللي هي الناس المهنيين الناس اللي هم في الخط الاساسي تمام. البروسيس اكسبيرتس احيانا يدخلوا في عمليه الايه عمليه الموازنه. طب دور نبدا نشوف دور كل مجموعه من المجموعات دي. دور البورد اوف دايركتورز ايه؟ دور البورد اوف دايركتورز هو الراجل ده في النهايه بيعمل ابروف. ها ذا بورد دازنت كرييت ذا بادجت ما بيليش دعوه انه ما بيدخلش في تسليم في المسامة. هو في النهايه دوره ان هو ابروف اند ريفيجن ابروف اند ريفيجن يوافق او نبدا يعمل يقول لا عدلوا الموازنه دي لا تتماشى مع استراتيجيه الشركه ككل لا تتماشى مع استراتيجيه الشركه ككل. ما ينفعش البورد اوف دايركتورز يتنازل كانوا بي ايه ابايدز ابديكيت كانوا ابديكيت اتس ريسبونسبيلتي. ما ينفعش انه يتنازل عن هذا الدور لحد تاني. اوكي ده بورد اوف دايركتورز. ذا بورد يوجوالي ابوينتس ذا ممبرز اوف ذا بادجت هو اللي بيحدد البورد اوف دايركتورز كمان بيجيب الناس اللي هتعمل البادجت هو اولا هو اللي حاطط الخطوط العريضه بتاعت الشركه كلها بيجي يقول لها هاتوا اعملوا لجنه موازنه الاداره العليا تدخل في تشتغل في الموازنه اللي بيحدد الايه الاعضاء اللي هيشتغلوا في البادجت كوميتي. فريق العمل اللي بعد كده هو ايه؟ هو التوب مانجمنت. التوب مانجمنت هي مسؤوليه لا نهائيه في تنفيذ الايه البادجت. هي بتقع عليها انها تضمن ان كل مستويات الاداره وكل المستويات في الشركه بتقوم بتنفيذ المهام اللي موجوده في البادجت وتحقيق الاهداف فيها وكمان بتقوم بعمل الايه الكنترول اوفر اول كنترول اوفر ذا ايه ذا بادجت بروسيس تمام. لو الاداره ما خدتش على عاتقها او تبنت الموازنه هفي رساله هتوصل لللاين مانجرز معناها ان مفيش بادجت مش يعني مفيش بادجت احنا مش مهمه فبالتالي مش هيبقى في الناس مش هت يعني هيبقى في شعور كده ان خلاص مش هنمشي على البادجت. اوكي يبقى هيبقى في انعدام لتحقيق اهداف الايه الموازنه وتبقى مجرد انها ايه حبر على ورق يعني مجرد عاملين موازنه كده ارقام وخلاص تمام. لازم كمان مهمه الاداره مش بس انها تتبنى الموازنه وانها كمان تكون ترسل رسائل طبعا رسائل مباشره طبعا الرسائل دي مبنيه على مدى اهتمام الاداره في تتابع الموازنه وكده. كمان لازم تعمل حاجه اسمها انسنتيفز تدفع لي او تدفع حوافز للموظفين او المدراء بناء على الايه الاكوريت نمبرز اوف ذا ايه اوف ذا ايه بادجت. احنا قلنا ان في كل اللاين مانجرز بتعمل ديتيلد بادجت ف اعمل لهم انسنتيفز ان كل ما كان البادجت اللي انت عامله دقيق وفعلا بتساهم في تحقيق الاهداف اللي موجوده فيه كلما هدي لك ايه بادجت. نخلي بالنا هنا ان في كومن بروبلم اسمها ايه افويدد اسمها بادجت ايه سلاك او بادجت سلاك. بادجت سلاك يعني ايه؟ يعني ان النهارده يجي المدير المباشر يكون كل هدفه يحط ارقام في الموازنه اقل يعني مثلا لو جينا نقول ان هو راجل تكاليفه 100,000 دولار للصيانه هو عامل حسابه 100,000 دولار فقام حاطط 150,000 دولار مصاريف صيانه مدير الصيانه ليه؟ بيقول لك عشان الفلوس اللي انا حاططها زياده دي ها ممكن يحصل حاجه طارئه ف
استغلها. يعني انت ما تبقاش بقى صارم قوي في ان لازم تبقى الارقام دقيقه، بحيث ان الراجل ما يبقاش عنده امكانيه انه يتحرك في مرحله معينه. لا، انت تدي له ايحاء ان ممكن خلي الارقام دقيقه، بس لو انت مثلا حصل ان في دروب معين انا هقف جنبك. يعني ايه؟ الاداره العليا هتساعدك في ان انت تتجاوز هذا الدروب. ما تديلوش امكانيه ان هو يبقى عنده هاجس انه ما تخوف من اي انحراف يحصل في اثناء فتره العمل الموازنه، فيبتدي يعمل بادجت استهلاكي، يحط ارقام اعلى من اللي هو عايزها اساسا عشان يبقى يعني جاهز او بيهيئ نفسه لاي مواقف ايه طارئه. تمام. هو بيقول البادجت لاك اوكيورز وين بادجتد performance differs from actual performance because managers tend to build some extra money for their budget to deal with unexpected. budget slack is built in freedom. هي to fail، هي حرق يعني اجراء موجود داخل جوه الشركه وجاهز انه ايه يؤدي للفشل. cumulative budget slack to each at each sub level can result in a very inaccurate master budget. دي ان الموازنه بتاعتك تكون غير دقيقه بالمره. لو كل مدير قال لك انا ايه لازم احط رقم كده ايه عشان الظروف غير المتوقعه، فهتلاقي ان الموازنه معاك ملهاش يعني غير واقعيه، وممكن تكون يعني غير دقيقه، موازنه غير دقيقه. however rigid enforcement of budget will in some situation cost an organization more in long time. يعني لو انت بقى، احنا قلنا النهارده انت بتساعد الناس تديهم حوافز عشان ما يعملكش بادجت سليب، صح؟ بس انت كمان لازم تكون بتؤدي بالضروره انك تقف جنبه في الظروف غير العاديه. يعني لو في صيانه دوريه نعمل صيانه دوريه. ليه؟ لان ممكن لو انت عملت صيانه دوريه الماكينه تيجي الماكينه مره واحده تبوظ، فتعوز تجيب ماكينه جديده تكلفك مبالغ اعلى، يبقى انت لازم يكون في صم ايه؟ flexibility is allowed. For example, manufacturer could lose thousands of dollars if the maintenance manager refuses to approve overtime for its merchandise for its mechanics to make an urgent repair because it would use up too much of the maintenance budget. الراجل مش عايز يدي overtime للموظفين بتوع الصيانه عشان يعملوا الصيانه الدوريه، يقول لك اصل هتكلفني كتير في الموازنه. طب ساب دي يقوم يسيب الدنيا تخرب بقى، تبوظ المكنه ونرجع نجيب مكنه جديده وما الى ذلك. فريق العمل بقى اللي بعد كده هو ايه؟ هو البادجت كوميتي. البادجت ايه كوميتي؟ البادجت كوميتي لجنه الموازنه، هي لجنه بيقولنا زي ما قلنا ان التوب البورد اوف دايركتورز هو اللي بيعين اعضائها، هو اللي بيحددها. تمام. مسؤوليتها انها تقوم باعداد الايه؟ الموازنه. تقوم باعداد الموازنه. طبعا هي بتتكون من مين او مين بيرأسها؟ اللي هو المدير التنفيذي بتاع الشركه او رئيس المدير التنفيذي او نائب الرئيس، نائب المدير اللي هو التشيف اكزكيوتيف اوفيسرز. تمام. دوت اللي بيكون مثلا غالبا بتقاد بيقودها هذا الايه الراجل ده، اما التشيف اكزكيوتيف اوفيسر او الفايس بريزيدنت. مهمتها انها تقوم بتجمع الجهود بتاعه كل اقسام الشركه وتقوم باعداد الموازنه في الصوره النهائيه. هي اللي بتستلم التوجيهات من الاداره العليا، وهي اللي بترسلها للاداره، اللي بترسل التوجيهات الخاصه بالموازنه والخطوط العارضه في الموازنه الى باقي اقسام الشركه. هي اللي بتعمل بتقوم بالرقابه على البادجت، هي اللي بتبتدي تناقش الناس ريفيوز البادجت، بتراجع البادجت في نيابه ابروف ريفيجنز. بعد ما بتخلص كل الكلام ده كله بترسل البادجت للايه؟ للتوب مانجمنت، للايه؟ للبورد اوف دايركتورز. يعني بتخلص كل ده ترسلها للبورد اوف دايركتورز عشان في النهايه ايه يعتمدها. احنا قلنا البورد اوف دايركتور ما ينفعش ان هو يتنازل عن يعني يتنازل عن دوره في انه يبتدي يراجع البادجت ويوافق عليها موافقه نهائيه. والتوب مانجمنت دورها ان هو لا نهائي في ان هي مسؤوله عن تنفيذ البادجت. يعني التوب مانجمنت ما هو فيها الفايس بريزدنت اهو، الفايس بريزدنت اللي هو الفايس بريزدنت او الشوف اوفيسر احد الايه الناس اللي هي موجود في التوب مانجمنت. تمام. طيب في بعض في 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 طبعا في كثير من الشركات او في معظم الشركات ان انا عندي الميدل اند لور بادجت بيبتدي يعمل لي ايه؟ الديتيلد بادجت في الاريا اللي هم فيها.
في كل مدير قسم. احنا بنتكلم هنا البادجت كوميتي بتعمل موازنه الشركه ككل، بتجمع الموازنات بتاعت الايه الشركه كلها وتضمها في الماستر بادجت، تعمل ماستر بادجت. انما في الميدل ولور مانجمنت بتسهل انها تعمل ديتيلد بادجت في كل واحد في ايه في الجزئيه بتاعته، في الجزئيه ايه بتاعته. تمام. ديس مانجرز فولو بادجت، بيعملوا البادجت في بناء على التوجيهات اللي جايه من البادجت كوميتي، الجايد لاينز، الجنرال جايد لاينز، الخطوط العريضه، اوكي، عشان تمشي عليها ويتحركوا من خلالها في تحقيق، في تنفيذ او في اعداد الايه البادجت. طبعا انا عندي زي ايه ميدل وور مانجمنت، زي الريسبونسبيلتي سنتر، الكوست سنتر، الاستراتيجيك بزنس يونت از ا سيجمنت اوف كومباني ويتش لاين مانجر از فيستد وذ ذا اوثورايتي تو ميك كوست ريفينيو اور اند اور فيزيتمنت. هناخد في محاضره هتبقى الريسبونسبيلتي سنتر، زي نشوف ايه يعني. انا عندي اكتر من ايه من من من, من شكل للايه الريسبونسبيلتي، مركز المسؤوليه، مركز تكلفه، مركز استراتيجي، او ريفينيو ريفينيو بزنس يونت، اوكي. فبيبقى مسؤول انه يعمل تكلفه، عنده ايرادات، مسؤول احيانا في بعض الاوقات انه يعمل قرارات استثماريه، وبالتالي لازم يعمل بادجت. كل قسم من دول مسؤول انه يعمل بادجت في ضوء ايه؟ في ضوء توجيهات البادجت كوميدي والتوب ايه مانجمنت. تمام. الجايد لاينز اللي بتحطها الشركه دي، اللي بتحطها التوب مانجمنت، بتحطها البادجت كوميدي، وبعدين بناء عليها بترسلها البادجت كوميدي، والبادجت كوميدي بترسلها لبقيه الاقسام بتاع الشركه. لازم بتحكم عمليه اعداد الايه الموازنه، و في النهايه خالص لازم يتم اصدار موازنه ايه من خلالها. تمام. وبتراعي هذه الجايد لاينز، بتراعي زي ما احنا قلنا انها اساسا جايه منين؟ جايه من التخطيط الاستراتيجي، فبتراعي الظروف اللي ماشيه في السوق والظروف الاحداث الاقتصاديه يعني كل المتغيرات اللي في الساحه. تمام؟ طيب المجموعه اللي بعد كده او ممكن تدخل في اعداد الموازنه، البادجت كوردينيتور. قلنا كنا زاد حجم الشركه، حجم الموازنه، وكان في يعني في اكتر من حد داخل في اعداد الموازنه، كلما كان في الحاجه الى بادجت كوردينيتور. بادجت كوردينيتور عشان ايه؟ يبتدي ينقل، يعمل ايه؟ يحل ريسولف ديسكريبنسيز، اللي هي اي تناقضات ما بين الموازنات وبعضها، ما بين الاقسام وبعضها، وينسق الجهود ما بين الريسبونسبيلتي سنترز، عشان في النهايه نوصل يجمع الايه الماستر بادجت. هو شغلته تنسيق الجهود وحل ايه اي مشاكل ما بين الادارات المختلفه في مراحل اعداد البادجت. اخر مجموعه قلنا البروسيس اكسبيرتس، كنما كانت العمليات عندي معقده، والارقام اللي في البادجت محتاجه حد فاهم في هيكل التكاليف، وفاهم في العمليه كيف تتم. فكلما كانت الحاجه اللي ناس خبيره، بروسيس اكسبيرتس، حد خبير في البوتوم لاينز، حد خبير في البوتوم ايه لاينز. فده بالنسبه للناس، الفرق العمل اللي بتشارك في عمليه اعداد الموازنه. نقولهم تاني: البورد اوف دايركتورز، التوب مانجمنت، البادجت كوميتي، الميدل اند لور ليفلز اوف مانجمنت، البادجت كوردينيتور، واخر حد الايه البروسيس اكسبيرتس. كل واحد فيهم ليه دور مهم جدا. نعرف ان دور البورد اوف دايركتورز لا يقوم باعداد الموازنه، بس في النهايه دوره انه ابروف ذا فاينل بادجت ويريفايز لو محتاج مراجعه، لو تتماشى، لو ان الموازنه لا تتماشى مع السياسه، مع الاستراتيجيه الشركه، بيرجعها للناس تعمل لها ريفيجن ليها. الاداره العليا مسؤول مسؤوليه كامله، مسؤوليه لا نهائيه، هي المسؤوله مسؤوليه كامله لا نهائيه عن تنفيذ الايه البادجت. البادجت كوميتي هي اللي بتكون باعداد الموازنه. اللور والميدل واللور ليفلز اوف مانجمنت بتقوم باعداد موازنات تفصيليه، كل في مجاله، يعني كل مدير بيعمل موازنه في القسم بتاعه. وعندك البروسيس اكسبيرتس، الناس دي خبير، البادجت كوردينيتور، منسق الموازنه، مسؤول انه يعمل، يحل الديسكريبنسيز بتوين ديفيجنال اند بزنس يونتس، ومسؤول ان هو ينسق الجهود. واخر حد عند البروسيس اكسبيرتس، كلما كانت العمليه اكثر تعقيدا، كلما كان هناك حاجه لموظفين اللي هم الناس الايه الرئيسيين، والناس اللي فاهمه في هذه الايه العمليه. تمام. طيب كده احنا فهمنا الناس، عرفنا الناس اللي بتشتغل في اعداد الموازنه. طيب قال لي طرق اعداد الموازنه بقى، طرق اعداد الموازنه بناء على الناس، المجموعات اللي بتشتغل في الموازنه. قال لي انا عندي طريقتين في اعداد الموازنه، اما في طريقه اسمها اوتوريتيف، طريقه سلطويه تسلطيه اجباريه، وفي طريقه ثانيه اسمها بارتيسيبيتيف. في طريقه ان انت
لما تيجي تشرك يعمل الموازنه، التوب مانجمنت بس هي اللي تعمل الموازنه وتقوم قايله الموازنه دي يعني يجب تنفيذها، تحط هي الارقام بتاع البيع وبتاع الصيانه وبتاع التسويق وبتاع المصاريف الاداريه والمصاريف البائعيه، كل حاجه تحطها الاداره العليا واسمها فولي اوتوريتيف، وتقوم قايله يلا يا جماعه نفذوا الموازنه دي. تمام. وفي طريقه تانيه اسمها بارتيسيبيتيف، ان انت الموازنه تشاركيه كامله فولي بارتيسيبيتيف، انها تيجي من تحت خالص، اللي يبدا فيها مين؟ الراجل ده البروسيس اكسبيرت ده، هو اللي يعمل الموازنه من تحت، اوكي، ويبدا يقول لك ده اللي انا عايزه، وانت بناء عليه تعتمد. ها يعني انت لا تناقش، بارتيسيبيتيف يعني كل واحد بيحدد احتياجاته وخلاص، اتس اوكي، مقبوله، مفيش فيها اي مجال للنقاش ولا للمراجعه، اوكي. وفي قال لي ذا بيست ميثود، افضل طريقه لاعداد الموازنه هي اللي ان بتوين، اللي هي ان انت تكون في النص ما بين الاثنين دول، ما بين ان انت راجل عايز تبقى اوتوريتيف فول اوتوريتيف، وبين ان انت تبقى فول بارتيسيبيتيف وسايب الدنيا سايحه. يبقى حاجه اسمها كومبايند، كومبايند بياخد المزايا بتاع الاثنين دول. يبقى الاداره العليا هي بتحتفظ بنفسها في الحق الاصيل انها توافق على الموازنه بشكل نهائي، وهي بتكون مشرفه بشكل كامل، و الناس اللي تحت بتعمل اعداد الموازنات بتاعتهم بس في ضوء الجايد لاينز، الجنرال جايد لاينز اللي احنا قلنا عليها، ان يكون في توجيهات او خطوط عريضه الناس بتمشي عليها، وبيحددوا احتياجاتهم وبيرفعوها للاداره، اوكي. يبقى انا عندي الاوتوريتيف وانتايرلي ايه بارتيسيبيتيف. الانتايرلي الاوتوريتيف بنسميها ايه؟ توب داون بادجت، من فوق لتحت، الاداره العليا هي اللي بتفرضها، انتهى الموضوع. طب وبالنسبه للبارتيسيبيتيف قال لي ايه؟ ها بوتوم اب ان بارتيسيبيتيف بوتوم اب اول سيلف امبوزد بادجت مانجرز ات اول ليفلز اند سيرتن امبريز كوربريت تو سيت بادجتس فور ذير ارياز اند توب مانجمنت يوزوالي ريتينز فاينل ابروفل. تمام. هي بتحتفظ بس يعني هنا في البارتيسيبيتيف بتحتفظ فقط بانها توافق، هي يعني في البارتيسيبيتيف او الانتال بارتيسيبيتيف، هي مش بتناقش بشكل كبير، ما تقدرش ترجع ليه؟ لانها مش مدركه خلاص، هي سايبه الموضوع للايه؟ لللاين مانجرز والبروسيكس بيرس، الناس اللي تحت، وسايبه الموضوع. قال لي في حاجه ان بتوين اسمها كومبايند ابروتش. كومبايند ابروتش ده اللي بيحصل فيه بقى ايه؟ ناخد وندي مع بعض، الاداره العليا تشترك مع بقيه مع كل الاقسام اللي في الشركه وكل ادارات في الشركه، لحد ما نحصل على موازنه مناسبه للشركه، لحد ما نحصل على موازنه مناسبه للايه؟ للشركه. طيب الكومبايند ابروتش فيها خطوات، الخطوه الاولانيه ان البادجت بارتيسيبنت ار ايدنتيفايد، لازم تعرف لي الاول الناس اللي هتشارك في اعداد الموازنه، احنا اتكلمنا عليهم من شويه، تمام؟ انكلودنج ريبريزنتيف اوف اول ليفلز اوف مانجمنت از ويل از كي امبلويز ويز اكسبرتايز ان ايه؟ ان بارتيكولار اريا، تعرف لي كل الناس اللي هتشارك في اعداد الموازنه، دي اول مرحله. ثاني مرحله بيعمل لي التوب مانجمنت كوميونيكيتس ذا استراتيجيك دايركشن تو اتس اي بارتيسيبنتس، يبقى انت عرفت الناس اللي هتشارك في اعداد الموازنه، التوب مانجمنت بتبتدي تقول يا جماعه انتوا لازم تعدوا الموازنه في ضوء هذه الايه؟ التوجيهات الدايركتيف بتاعتي، الدايركشنز بتاعتي. ثالث حاجه يجي الناس اللي من تحت خالص، ايه بادجت بارتيسيبنت كرييت ذا فيرست درافت اوف زير بادجت، يبتدوا يعملوا الموازنه بتاعتهم ويرفعوها، كل واحد يرفع للايه؟ ليه؟ الهاير ليفل اوف ايه؟ اوف فور ريفيو، كل واحد يعمل سبمنت ذا بادجت ذا نيكست هاير ليفل فور ريفيو، انت اللي هو الراجل اللي في مثلا يعني مشرف الصيانه، مشرف الصيانه او الراجل الفني الصيانه، يقول لك انا محتاج الات، محتاج معدات، يرفع للمشرف، مشرف الصيانه يبدا يحدد احتياجات كل الفنيين اللي في الشركه، مشرف الصيانه يرفع احتياجات كل الفنيين اللي تحت منه، بعد كده يرفع للمدير الاداره الهندسيه او مدير الصيانه، ومدير الصيانه يرفع الاداره الهندسيه، كل واحد يبدا يقول لك احتياجات احتياجات احتياجاتي، وتبدا ايه اللي يحصل بقى؟ فور هاي فور ايه؟ فور ريفيو، مش فور ايه؟ مش فور ابروفال. يعني انت بتقول انا محتاج مشرف الفني يقول لك انا محتاج، انا عندي نقص في الالات بتاعتي، انا محتاج اجيب عده بكذا وكذا 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 وكذا، احتياجاتي، اوكي، يرفع لايه؟ للمشرف بتاعه، المشرف يناقش يقول له لا، طب انت ما انت عندنا فيه ما في موجود لسه في ستوك، طب ما انت عندك حاجه قديمه ممكن تشتغل السنه دي، بلاش نجيب جديد السنه دي، يبقى في ريفيو مراجعه، اوكي. بعد كده المشرف خلاص حدد ووافق عليها، يرفعها للايه؟ للمدير بتاعه، مدير الصيانه، مدير الصيانه يناقش بقى، لا طب دي طب دي لا، طب زود هنا، طب قلل هنا، المدير الصيانه يرفع لمدير الاداره الهندسيه، برضه يتحصل مناقش، الاداره الهندسيه بعد كده يرفع للايه؟ ليه كده الاداره الهندسيه بعد كده يرفع للايه؟
البادجت كوميدي، البادجت كوميدي وهكذا، يبقى في ريفيو كل واحد بيعمل ريفيو. اتريتيف ايه بروسيس ستريسنج كوميونيكيشن ان بوث دايركشن، انت لا انا عايز دي، لا مش عايز دي، كل واحد بيبدا يحدد احتياجاته في النهايه خالص. ايه ريجورس بات فير ريفيو اند بادجت ابروفال سيتس ذا فاينل ايه، في النهايه في صرامه في المراجعه وعداله، مش بس ريجورس مش في صرامه، لا احنا هنراجع بشكل عادل، لو في حاجه مش هيكون في افراط ولا تفريط، يعني مش هيكون في لا افراط ولا تفريط، لا هنسيب حاجه ونكون ماسكينها قوي على الشركه، ولا ان احنا هنكون فارطين بشكل ان احنا نحمل الشركه اعباء ملهاش اي لازم. تمام، يبقى كده الخطوات بتاعه الايه البادجت الكومباين بروسيس، نعرف البارتيسيبنتس، نرسل الدايركتيفز بتاعتنا، الدايركشنز الناس هتتحرك من خلالها، يبدا الناس تعمل الفيرست درافت، يبدا بعد كده سبمت تو ذا هاير ليفل فور ريفيو، اخر مرحله ان يكون في ابروفال من الاداره الايه العليا بناء على ايه المراجعه الشامله. طيب نشوف كده مقارنه ما بين الثلاث طرق في اعداد الموازنه. قال لي عندنا الكومبارزون اوف اوتوريتيف كومبايند اند بارتيسيبيتيف بادجيتنج، عندي لو مسكنا هنا الاوتوريتيف الجولز، هنا مين اللي بيحطها في الاوتوريتيف؟ قلنا التوب مانجمنت هي اللي بتعمل استراتيجيك جولز انتو ايه اتس بادجت انكوربريت، بتاخد الاستراتيجيك جولز وترميها في البادجت، يلا يا جماعه اشتغلوا على كده. الكومبايند قال لي الجولز ها استراتيجيك جولز كوميونيكيتد توب داون اند امبلمنتد بوتوم اب، يعني انت النهارده قلنا في دايركشنز جنرال جايد لاينز بتنزل للناس كلها في كل الاقسام وتتم تنفيذها وتطبيقها في الموازنه من ايه؟ من بوتوم اب، من تحت لفوق. بالنسبه للبارتيسيبيتيف قال استراتيجيك جولز دونت ريسيف بريوريتي ان ذا بادجت بروسيس، انت بتقول لهم يا جماعه اعملوا الموازنه في البارتيسيبيتيف، يا جماعه الخير يلا احنا هنعمل موازنه، يجي كل واحد كده يقول لك انا عايز كذا وكذا وكذا، يلا ماشي اوكي. في البارتيسيبيتيف في افراط، الدنيا بايظه اوكي، انما الكومبايند راعى الاستراتيجيك جولز وراعى ان لازم تكون القدرات بتاع الناس وامكانياتهم واحتياجاتهم. الكنترول بالنسبه للتوب مانجمنت يعني مفيش بعد كده بقى، ما هي اللي حاطه الاهداف، هي اللي حاطه الموازنه، فهي الكنترول بتاعها عالي، هي اللي ماسكه الموضوع. انما هنا الكنترول هنا بالنسبه للكنترول في الكومبايند هو شويه مكلف وشويه طويل، في عمليه طويله. ليه؟ لان انت كنترول ريتينت موجود الكنترول من الاداره العليا برضو، بس في اكسبرتايز جيند ايه ات كوست اوف سلايتلي لونجر بروسيس، في تكلفه لايه؟ لا طول العمليه، عمليه شويه طويله، بس في النهايه انت عايز تحقق الايه التنفيذ الامثل للموازنه، مش يعني مش عايزين ده نبقى الموضوع اعمل كنترول كويس بس مش قادر انفذه والناس الدنيا سايحه، ولا انا سايب الدنيا بايظه خالص وكل واحد بيعمل اللي عايزه. ماشي؟ بالنسبه للكنترول هنا قال لك اكسبرتايز ليدز تو انفورمد بادجت ديسيشنز، يبقى في قرارات عن طريق الخبره بتاعت الناس اللي تحت، هم اللي بياخدوا القرارات، هم اللي عاملين الكنترول، اللي فوق بتاع الاداره ما لهاش اي كنترول عليها. الكوميونيكيشن قلنا ديكتيتس انستيد اوف كوميونيكيتس، مفروضه الزاميه في الكوميونيكيشن، مفيش اي اتصال مع الموظفين فيما يخصها. الكومبينيشن ابروتش قال لك توي كوميونيكيشن، في اتصال من الطرفين، كل واحد ما بين الاداره الليفل اللور ليفلز والايه والتوب ليفلز، في اتصال عشان ايه نوصل للموازنه الافضل. بالنسبه للكوميونيكيشنز في البارتيسيبيتيف ابروتش قال لي لور ليفل برسبكتيف اوف توب مانجمنت، طالع من تحت لفوق، طالع من تحت من البرودكت والبرودكت لاينز لحد ايه للتوب مانجمنت. اوكي، الامبلويز بالنسبه للاوتوريتيف قال لك ريسنتفول، عندهم استياء وما عندهمش اي تحفيز ممكن يحصل لهم، والسترينجت بادجت مي نوت بي ستريكتلي فورورد ات لور اي ليفلز، الموازنه كويسه جدا بس تحت مش حدش هيتبعها لان الناس مستاءه وانت ما راعيتش احتياجاتهم. اوكي، هنا بالنسبه للكنترول في الكومبينيشن ابروتش بيرسونال كنترول ليدز تو اكسبتنس ويتش ليدز تو جريتر بيرسونال كوميتمنتس، يعني النهارده نتيجه ان في تحكم وفي علاقه ما بين الاداره والموظفين فهيبقى في تحكم في الامور بشكل كويس. وقال لي اونرشيب اوف اند تورو ريفيوز ليدز تو تايب بادجتس ذات كيرفول، في النهارده ان عند الموظفين عندهم احساس ان هم اصحاب الموازنه، هم اللي يعني مشاركين في اعداد الموازنه، فهيبقوا يعني بيسعوا جاهدين ان هم ينفذوا هذه الموازنه ويتتبعوها.
بالنسبه للبارتيسيبيتيف الناس ده في البارتيسيبيتيف بالنسبه للامبلويز لا ده هم الانفولفد وهم الامباورد هم المتمكنين هم اصحاب الكلمه الاولى والاخيره في اعداد الموازنه ده مش بس بيقول لي خلي بالك نتيجه ان هم عندهم احساس ان في ايزي اور ابديكيتد ابروفال كان ليد تو لوز بادجتس اند بادجت سليك كل واحد يعني ايه البادجت هتبقى فضفاضه قوي كل واحد عامل اللي هو على مزاجه وفي نفس الوقت ارقام زي ما احنا قلنا البادجت كل واحد يحط ارقام اعلى من المفروض تكون موجوده عشان ايه يبقى يعني عامل حسابه ليه unexpected events اوكي الريكومنديشن بالنسبه للاوتوريتيف قال لك هي نفس ريكومندد بس ممكن تشتغل في البيئات الصغيره اللي هي ما فيهاش مش الطغافه مستريه سلو تشينجينج انفيرومنت ما فيهاش حركه سريعه في حركه الترانزاكشنز فيها مستريه بالنسبه للكومبينيشن دي مناسبه لكل الشركات وبتعمل موازنه ما بين الاستراتيجيك اند تكتيكال جولز او انبوتس بالنسبه للبارتيسيبيتيف ابروتش قال لك بيست ان ريسبونسابيلتي سنترز وهايلي فاريبل سيتويشن وير اريا مانجرز هاز بيست ديت بالنسبه لدي افضل حد افضل مكان للبارتيسيبيتيف احنا قلنا هنا ديت ايه كنترول بتحتاج كوست اوف سلايتلي لونجر بروسيس محتاجه يعني عشان نعمل كنترول عليها عايزين نتصرف الجانبين وتصرف الجانبين يؤدي الى ان طول الفتره اللي احنا هناخدها عشان نعمل الموازنه فقال لي في بعض الظروف وخصوصا لما يكون بزنس يونت او ريسبونسبل سنتر لا سيب الناس هي اللي تعمل الموازنه لان هو البيئه بتاعته متغيره بشكل سريع وعنده مهم بالداتا في مواقف ما ينفعش انه يستنى يرفع اللي فوق للاداره العليا ويستنى الاداره العليا ترد وما الى ذلك ننتقل بعد كده ل النقطة اللي بعد كده اللي هي ايه؟ budgeting steps خطوات الموازنة طبعا احنا يعني المفروض ان احنا من الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده تقريبا احنا نستشف منه عملية ايه؟ او خطوات اعداد الموازنة خطوات اعداد الموازنة هنلاقي اول خطوة عندي اللي هي ايه؟ البادجت بروبوزل هيجي الناس كل قسم من اقسام الشركة كل بزنس يونت كل ديفيجنال هيقترح البادجت بتاعه يقول لك دي البادجت بتاعتي بعد كده يعمل له submit to ايه؟ to the higher level يبقى في نيجوشيشن كل واحد يتناقش معاه كل قسم يتناقش مع مديره في نيجوشيشن لحد ما خلاص الاقسام تعتمد الموازنه بتاعتها بعدين نرفعها للاداره العليا عشان تعمل اي ريفيو اند ابروفال او بادجت كوميتي عشان تعمل لها ريفيو اند ابروفال بعدين نبدا نطبق الموازنه ونعمل لها في الاخر ايه اللي هي الريفيجنز اللي هي ان احنا قلنا ان يبقى في محتاجين الموازنه في الاداء مش لم يتم تحقيق الاهداف المرجوه في الموازنه او في انحراف في تنفيذ الموازنه وبالتالي نعمل لها ريفيجنز نعيد صياغه الموازنه نشوف نعمل نظره مره اخرى على الاهداف اللي في الموازنه عشان نحاول نشوف ايه القصور اللي موجود ونحاول نتلافاه تمام يبقى انت البادجت بروبوزل افتر سي او ديسايدز اون كومباني ستراتيجي اميمو اور دايركتيف سنت تو اول لاين مانجرز اور ريسبونسبيلتي سنترز هي كان ستارت الايننج ذير بادجت بروسيس وستراتيجي مهم جدا البادجت مع الاستراتيجيك بلان البادجت مع الاستراتيجيك بلان وذ ذس ستراتيجي ان مايند ايتش ريسبونسبيلتي سنتر بريبيرز ان انيشال بادجت تيكينج بوث انترنال اكسترنال فاكتورز انت عارف ده اول مرحله مرحله ثانيه نيجوشيشن يحصل عمليه نقاش ومرحله المناقشه دي بتاخد او التفاوض بتاخد اكبر وقت من الايه من عمليه اعداد الموازنه الوقت الاكبر من عمليه اعداد الموازنه نتيجه ان احنا النهارده انت بترفع الموازنه يعني لو مفني صيانه رافع الموازنه لمشرف الصيانه المشرف يقول له لا وديت مش عارف ايه ويرجع يقول له لا انا محتاجها ضروري ففي نقاش من الطرفين بتاخد وقت كبير لحد ما نستقر على ايه على الموازنه بتاعه الايه الديفيجنال او البيزنس يونت تمام ريفيورز اولسو ديتيرماين اف ذا بادجت اف از فيزبل اند اف اتس فيتس وذ ايز جولز يعني هل الموازنه دي عمليه ذات جدوى ولا مش ذات جدوى وتتماشى مع الاهداف الاستراتيجيه المنشاه لا وقلنا انها بتاخد الوقت الاكبر من عمليه اعداد الموازنه بعد كده المرحله الثالثه الريفيجن تدفعها بعد كده اللي للبادجت عن طريق الـ طبعا هو بيقول لي ايه اب ذا تشين اوف كوماند تو ذا ليفل اوف ذا بادجت كوم تقعد تطلع لفوق لحد ما نوصل
للبادجت كوميتي، والبادجت كوميتي تبدا تجمع كل الموازنات بتاعه الشركات وتعمل حاجه اسمها الماستر بادجت، اسم الماستر بادجت. وفي النهايه برضو لازم تكون تتماشى مع البادجت جايد لاينز والاستراتيجيك بلاننج والجول اللونج تيرم والشورت تيرم جولز. وانس كوميتي اند كوميتي ليدر ابروف ذا بلان ات از سبميتد تو ذا بورد اوف دايركتورز فور فاينل ابروف. تترفع مين اللي وافق؟ الموافقه النهائيه الايه؟ ها البورد اوف دايركتورز. مهم مين اللي وافق على الموازنه؟ البورد اوف دايركتورز. مين بيعد الموازنه؟ البادجت كوميتي. من المسؤول عن تنفيذ الموازنه بشكل نهائي؟ الايه؟ التوب مانجمنت. حاجات دي كده اساسيه هتيجي دي اسئله امتحان. طب البادجت ريفيجن نبدا قلنا نعمل ان هنا ان مفيش في حاصل في الاداء في فاريانس في انحراف، فنبدا لازم يكون في امكانيه نعمل بادجت ريفيجن، نعمل ريفيجن للموازنه، نغير ارقام الموازنه. فقال لي بيقول ذا ريجيديتي اوف بادجت فاريز فروم اورجانيزيشن، الصرامه بتاع الموازنه تختلف من شركه لشركه. سام بادجت ماست بي فولود ابسولوتلي، اذرز كان بي ريفايزد اندر اونلي اندر سبيسيفيك سيركمستانسز اند اذر ار سبجكت تو كونتينوس ريفيجن. في بعض الامور، في بعض الموازنات لازم يتم اتباعها بالشكل صارم، في بعض ممكن نراجعه كل فتره، البعض الاخر بشكل مستمر بيعمل له ريفيجن ونراجعه ونحقق ونغير الارقام اللي فيه. Rigidly following a budget in the face of the changing circumstances has the potential for this. خلي بالنا هنا لو انت اديت احاء للمدراء، واحنا قلنا من شويه كده، لو اديت احاء للمدراء ان انت كل شويه هتغير الموازنه، فالراجل ده قال لك مش هيحط الارقام، مش هيبقى عنده مش هيحب مش في عنده اكوريت في وضع الارقام الخاصه بالموازنه، مش هيحطها بشكل مناسب، يعني خلاص ما عارف انها تتغير، لو ما حققش في انحراف عنده هيعالجوا ان هم يعملوا ريفيجن لايه للبادجت. مانجمنت شود نوت بي ريكوايرد تو ريلاي اونلي ان ذا بادجت از سول اوبريشنال جايد لاين، مش هي بس ان احنا نعتمد عليها، لازم يكون لنا مصادر اخرى، لازم بشكل مستمر. يعني بمعنى ايه؟ مش تحط الموازنه وتقول خلاص اشتغلوا، يعني لازم يكون في ريجولار ريفيجن. مي بروفايد بيتر اوبريتنج جايد لاينز، هاويفر ذيس مي ليد مانجر تو انسيبيت ريجولار تشينجز اند نوت بريبير بادجت از كيرفولي از ذي شود. Organizations that allow regular revision should make sure that the threshold for the revision is set high enough to keep employees working as efficient as possible. يعني ايه؟ لما دي انت خلاص هتراجع بشكل مستمر. قال له بس انت لازم تقول للموظفين ان خلي بالك احنا لن نتنازل عن ان احنا نبيع 20,000 وحدة. انت البادجت بتقول 30,000 وحدة، بس انت لا خليهم 25، يبقى انت هبيت 30,000 وحدة، بس احنا الثريشولد بتاعنا، الحد بتاعنا، العتبة الاستهلاكية بتاعتنا 25,000، تحت ال 20,000 لا مش هنقبل، غير مقبول. يبقى الناس عارفة ان ممكن تلعب في 5,000، اما مش مثلا تقول له لو باع 10,000 زي باع 30,000، يبقى في انت بتعمله ست هاي عشان الناس تبقى تشتغل على الاقل، تحاول تجتهد انها ايه تحقق towards achieving the budget goals. When regular revision occur a copy of the original budget should be kept for comparison with actual results at the end of the period. بتعمل ريفيجن وتعدل الاهداف كل فتره، تعدل الحجم المبيعات بتاعك، تحدد الريفينيوز، تحدد التكاليف بتاعتك على حسب المعطيات بتاع الواقع، بس انت في لازم يكون عندك نسخه اصليه محتفظ بيها عشان في نهايه السنه تقارن الاداء ببعضه. تمام. طيب المرحله الاخيره في عمليه البادجيتنج بروسيس اللي هي الكوست ستاندرز. البادجيتنج بروسيس نقولهم تاني ولا فاكرينهم؟ البادجيتنج بروسيس قلنا اول حاجه البادجت بيريود، بعدين قلنا الحاجة التانية اللي هي participants in a budgeting process and methods for prepare the budget. تمام؟ اللي قلنا اللي هي كان authoritative, participative, we combined. بعدين النقطة التالتة اللي هي ايه؟ budgeting steps، خطوات الموازنة. آخر مرحلة في ال budgeting process اللي هي ال cost standards. النهاردة وانت بتعمل الموازنة انت بتحط أرقام. أرقام الموازنة اللي بتحطها على أي أساس؟ على اساس ان انت لازم يكون عندك معايير. اما تيجي تقول تكلفه الوحده ما بنعملهاش اعتباطي، لا ده لازم يكون في معيار بيحدد تكلفه الوحده. اوكي؟ المعيار ده الناس بتشتغل عليه، المهندسين والفنيين والناس بتوع المشتريات، عشان يقول لك احنا بنجيب الماتيريال بقد ايه، وشغلان عشان تحدد المعايير، عشان تحدد تكلفه الوحده الواحده. لو انت بتقول انا هبيع 100,000 وحده، فتقول ان تكلفه الوحده منها كام؟ $5. عشان تجيب $5 دي لازم تحسب الاوفر هيد بتاع الشركه، لازم تحسب الرو ماتيريالز، لازم تحسب الليبرز بتاعتك، لازم كل ده
عشان تقدر تقول في النهايه انها هتبقى 5 دولار. طب يبقى كده معناه ايه؟ ان في ستاندرز بنحددها والستاندرز ايه؟ قال لي any carefully determined price quantity service level or cost. يبقى خلي بالك انا لما الستاندر هنا مش مقصود بالتكلفه بس، ده مقصود بسعر البيع كمان، مقصود بالكميه حتى لو الماتيريالز بتاعتك اللي هتجيبها، مستوى الخدمه اللي انت عايز ايه تقدمه، مستوى الخدمه اللي انت عايز تقدمه. تمام. ستاندرد المانيفاكتشري ار يوزوالي سيت اون ا بير يونت بيزس. النهارده لما تيجي في شركه تصنيع بتصنع تلفزيونات، فانت التكلفه في النهايه بتقول ايه؟ تكلفه التلفزيون كام؟ انت عايز تقول في النهايه تكلفه التلفزيون كام؟ تصنع موبايلات فيبقى البير يونت تكلفه انا عندي 100,000 موبايل عايز ابيعه او عايز انتجه السنه دي بتكلفه موبايل 50 دولار. يبقى طب انت حددت ال 50 دولار، اه ده داخل فيه ماتيريال قد كده، هيستاخد وقت من العمال قد كده، في اوفر هيد عند المصنع قد كده، بقت 50 دولار. يبقى بتحدد بريديترمايند كيرفولي بريديترمايند. تمام. الستاندرد كوست تكلفه اللي احنا بنتكلم فيها او التكلفه المعياريه، بيقول هاو إيه كام العمليه دي او الخدمه دي هتكلفني، هت ايه هتكلفني، اللي هي ايه از هاو ماتش ان اوبريشن or service should cost or the cost of any entity expects to incur assuming that all goes as planned. يعني انت بتحط التكلفه على اساس ان كل اللي انت مخطط له يتم تنفيذه بشكل طبيعي، ما فيش اي abnormal events او اي abnormal circumstances. تمام. budget planners use standard costs to prepare budget and then update standard costs as circumstances change. ما هو حط الستاندرد كوست وبيستخدمها في اعداد الموازنه زي ما قلنا، انت بتعدلها بالبير يونت وبتتعدلها بناء على المعطيات اللي في السوق. تايبس اوف ستاندردز. النهارده انت بتعمل المعيار ده ازاي؟ تقول تكلفه الوحده دي ازاي؟ قال لي انا عندي برضه نفس الكلام اللي احنا قلناه في الموازنه يا جماعه الخير، هو تقريبا نفس الكلام اللي بينطبق على طرق اعداد المعايير اللي هو الاوتوريتيف والبارتيسيبيتيف، ماشي، بس ما فيش عندي هنا كومبايند، هنا ليها اسم تاني. الاوتوريتيف تعالى يا جماعه نفذ، هو ده الوحده التكلفه، وانا بعمل البادجت التكلفه بتاعتي 6 دولار. يا عم ازاي هو بالاعتباط كده؟ مفيش اي مجال للمناقشه؟ ها لا، لازم يكون في نقاش، لازم يكون في دراسه. فالاوتوريتيف الاداره العليا بتحدده وخلاص. بارتيسيبيتيف بيبدا في نقاش ما بين الاداره العليا والموظفين، وبتاخد في الاعتبار كل احتياجات كل قسم البروسيس اكسبرتايز، الخبير هو عنده اكتر خبره في دي ممكن تكلفنا قد ايه، حجم الهالك اللي هيحصل ايه، السبويلج اللي هيحصل ايه، البريك داونز بتاع الالات ايه، عشان نقدر نحدد. ما نسيبهاش كده. الايدل ستاندر دوت معيار مثالي، من اسمه كده معيار مثالي. معيار مثالي يعني ايه؟ وات ايفر بقى ايدل ستاندر هنا، بارتيسيبيتيف ولا اوتوريتيف، هو الايدل ستاندر المفروض ان هو نوع بيندرج تحت البارتيسيبيتيف ستاندرز، هو نوع من الايه يندرج تحت البارتيسيبيتيف ستاندر، بس بيبقى ايه از ايفريثينج جوز از بلاند، يعني كل حاجه بتتحقق على حسب ما متخطط لها، مفيش اي abnormal events or circumstances، مفيش بريك داون، الالات ما تعطلتش، مفيش موظفين غابوا، مفيش تالف في المواد الخام، الكهرباء ما قطعتش بتاع المصنع، مفيش الطبيعه مثلا مفيش مطر جه فعطل الدنيا، مفيش، يعني كل حاجه ماشيه طبيعي. reasonable attainable standards اللي هو قابل للتحقق، معيار بياخد في الاعتبار كل اللي احنا بنعمله، بياخد في الاعتبار بريك داون، تعطل الالات، السبويلج، التوالف، المشاكل في العمل، الكات اوف، وما الى ذلك. اوكي، يبقى الاوتوريتيف بيتفرض والاداره بس هي اللي بتفرضه. سهل، سريع انك تفرضه. سبيد لي ست وكلوز لي ماتش اوفر اول كومباني جولز. خلي بالك اي حاجه بتعدها الاداره العليا بتعدها ليه؟ بتاخد في اعتبارها ايه؟ الايه؟ الاورجنايزيشنال جولز، الاستراتيجيك جولز، ملوش دعوه بال المانجمنت اللور مانجمنت نيد او الاحتياجات الناس اللي تحت اللي هي في البروسيس اكسبيرتس او الكي امبلويز، هو بيحدد على حسب احتياجاته بتؤدي الى ايه. قال لك ممكن تعمل ريسنتفول او ريسنتمنت للموظفين، وممكن في النهايه ان هو الناس ما تجتهدش انها تحاول تحافظ على مستوى التكلفه اللي انت حاطه. تمام.
تاني مر... تاني معيار اللي هو البارتيسيبيتيف، قلنا الناس بيبقى فيه هولد دايلوج، هولدنج دايلوج بين مانجمنت اند اول انفولفد بارتيز، they are more likely to be adopted than authoritative standards but they take more time to require negotiation to time and require negotiation to ensure the operating goals are still met. يعني لازم نحصل عمليه النقاش في البارتيسيبيتيف هنا زي ما زي الكومبايند في عمليه الموازنه، لازم يبقى في نقاش ما بين الاداره والموظفين، الناس كلها اللي داخله في عمليه اللي هتشارك انها تساهم في التكلفه دي، الموظف، الناس اللي بتشتري المواد الخام، الناس اللي بتصنع، المسؤول عن اعباء المصنع، بحيث ان احنا نبقى التكلفه بالكوست بريون بتاعتنا في الحدود او في المدى الملائم بتاع الاستراتيجي جولز. الايدل ستاندرز قلنا بياخد كل حاجه بتتم، مفيش اي بريك داونز، بخش في اعتبار اي ابنورمال ايفنتس. خلي بالنا هنا الايدل ستاندرز مفيد، مفيد برضو مش وحش، بس مفيد لايه؟ قال لي هو فورورد لوكينج جول، هو راجل بيتطلع عنده هدف تطلعي، احنا عايزين نحقق، حتى لو انت النهارده عارف ان الكوست بتاعك هتبقى 6 دولار في احسن الظروف، يعني هو لو كل حاجه راحه زي ما احنا عاملينه كده هي 6 دولار، ما بتقولش بقى لا احنا هنخليه 7 او 8 عشان لو حصل اي ابنورمال سيركمستانسز، فانت لا هتخليها 6 دولار، تقول هنخليها 6 دولار. طب يا عم، طب ما ممكن يبقى في انحراف، هيبقى في انحراف، قال لك مش مشكله، هنعمل ايه بقى لما نيجي نقيم الاداء؟ قال لك ذا سكسس توورد زي ذا ايديال ستاند، بدل ما نقول ان الانحراف من المعيار المعيار اللي هو الستاندر الايديال ستاندر المثالي، لا بدل انحراف من المعيار المثالي لا هنخليها التقدم نحو الهدف المثالي، يعني لو هي بقت 6 والمفروض تبقى 6 وانت عملتها 6.5، يبقى انت نجحت، انت نجحت انك ايه تحاول تحقق الايه المعيار بفرق نص، بدل ما اقول لك لا ده انت عامل انحراف انت ما حققتش المعيار المثالي. تمام، يبقى ده بيفيد في التوتال كواليتي مانجمنت، بيفيد في الكونتينوس ايه امبروفمنت، في التطور المستمر، لا نحط معيار افضل، بيست ان كلاس، افضل حاجه ممكن شايفينها، بحيث ان احنا ندي حافز للناس انها ايه تشتغل عليه، تحاول توصل. تمام، بالنسبه لي المعيار اللي بعد كده اللي هو ريزونابلي اتينابل ايه ستاندرد براكتيكال، بنسميه المعيار العملي، بياخد في الاعتبار كل الايه ان في ورك ديليز، في اريزونا بالاتنبل ستاندر، هو لك كلوزر تو هيستوريكال ستاند، بياخد في الاعتبار ايه، هات تعالى يا عمي ايه هات المعيار الاخير اللي هو التاريخي، التكلفه التاريخيه، ونعتبرها هي الايه المعيار بتاعنا السنه دي، ممكن نعمل عليها شويه تعديلات بس مش هتكون تعديلات كبيره، وبناخد في الاعتبار كل الايه زي ما احنا قلنا كل الظروف اللي فاتت. The standards expected to be reached most of the time. طول الوقت متوقع ان ده هيحصل. ايوه احنا جايبينه من التكلفه التاريخيه، ما قلناش لا احنا هناخد حاجه ايه نقعد نحسب كل حاجه عشان تبقى صح، وحددناه لا reasonable ايه attainable قابل للتحقق. They allow for normal work delays, spoilage, waste, employees rest periods and machine downtime. In comparison to ideal standards cannot be used in forecasting and المعيار ده ما ينفعش استخدمه للتخطيط، ما ينفعش استخدمه للcontinuous improvement للtotal quality management. اوكي ما ينفعش تمام. They may be result unrealistic planning and forecasting figures that are not attainable even under the best circumstances. Setting such a standard too low. لو انت عملته المعيار ده تحت قوي صغير قوي، فالموظفين مش هيبقى عنده ريسك ديليجنتلي زن نيد، هتلاقي الراجل ما بيبذلش المجهود الكافي اللي احنا محتاجينه عشان ايه يحققه. In addition, using reasonable attainable standards tends to discourage continuous improvement ايه الاستراتيجي، انه بيبقى هو عكس الاستراتيجي اللي هي استراتيجيات تحسين الايه المستمر او التطوير المستمر داخل الايه الشركه. بالنسبه لي لو احنا حبينا بقى نعمل ستاندر كوستس فور دايركت ماتيريالز اند ليبر، احنا لما نيجي نعمل احنا قلنا الدايركت ماتيريال دايركت ليبر، لما نيجي نعمل الستاندر كوست بتاعها ازاي نحدده؟ اهم عنصرين عندي انا، عندي ثلاث عناصر رئيسيه لتكلفه الوحده للبير يونت كوست، ثلاث عناصر رئيسيه هنتكلم عنهم في التكلفه بشكل موسع. العنصر الاولاني اللي هو الايه؟ الماتيريال، العنصر الثاني الليبر، العنصر الثالث الاوفر هيد، الاوفر هيد اللي هي الاعباء. تمام؟
دي العناصر الرئيسيه اللي تدخل في تكلفه المنتج. فلما تيجي الاعباء ديت قصه تانية، قصه طويله عريضه. لكن اللي احنا نقدر نتحكم فيه الماتيريال والليبر، المواد الخام والراجل اللي بيصنع. فتحددها ازاي؟ قال ان احنا ايه بنحددها بالبير يونت، ار ميجرد ار ديتيرمايند باي ذا نمبر اوف يونتس. بنحددها بالايه؟ عدد الوحدات وتكلفه الوحده. عدد الوحدات من المدخل عشان نطلع واحده من المنتج وتكلفه الوحده. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل موبايل، والموبايل ده بيدخل في صناعته ماده خام بلاستيك. فيبقى انت عايز تشوف عدد الجرامات البلاستيك اللي هتدخل في صناعه واحد ايه موبايل واحد. هنقول 50 جرام في موبايل واحد. يبقى انت كده عدد المدخلات الانبوتس تو جيت 1 اوتبوت، تو جيت 1 اوتبوت اللي هو الموبايل، تمام؟ وتكلفه الايه، سعر الايه، الجرام الواحد، سعر الجرام الواحد. This amount is multiplied by the standard cost to implement اللي هو ايه سعر الجرام. For example قال لي انا عندي if 3 inputs units are allowed to producing 1 output unit. يعني انت النهارده 3 جرام من البلاستيك عايزينهم عشان يطلعوا واحد موبايل واحد ايه معانا، بس تكلفه الجرام 10 دولار. يبقى كده تكلفه، يبقى كده الستاندرد كوست في الماتيريال كام؟ 30. 3 في 10 ب 30. طب وبالنسبه للليبر، لو الراجل اللي بيشتغل في الموبايل ده هياخد 0.7 ساعة، 0.7 يعني مش ساعة، 7/10 ساعة، صح؟ وقال لي الساعة ب 10 دولار بتاعته، يبقى تكلفة الليبر كام؟ 7 دولار. يبقى انت بتجيب النمبر اوف انبوتس تو جيت 1 اوتبوت وملتبلاي باي ستاندرد كوست اوف ايه؟ اوف انبوت. ملتبلاي باي ذا ستاندرد كوست اوف انبوت. ده بالنسبة للستاندرد كوست اوف ماتيريال اند ليبر. طيب ازاي بقى ديفلوبنج ستاندرد كوست في الدايرج ماتيريال؟ احنا كده عرفنا نضرب عدد الوحدات المدخله ونضربها في سعر الوحده او في الايديال كوست، تمام؟ الستاندرد كوست ازاي نجيبها؟ قال لي لما تيجي تعمل ستاندرد كوست في الدايرج ماتيريال، اول حاجه بنعملها لازم نحدد الكواليتي بتاعتنا. ستاندرد كوست ار ديتيرمايند باي كواليتي كوانتيتي اند برايس. احنا هنا اتكلمنا عن الكوانتيتي والبرايس، صح؟ قال لي اه. قال لي بس ما اتكلمناش عن الكواليتي. الكواليتي احنا مش برضه البادجت لا علاقة لها بالكواليتي. الكواليتي بتحددها البادجت. في أول محاضرة قلنا إنها كوانتيتيف، كمية. يبقى مسؤول الكواليتي ده يحددها الراجل المدير اللي هو المهندس، المدير الإنتاج هو اللي بيحدد الكواليتي. ممكن يدخل معاه بالنسبة للكوانتيتي والبرايس، يدخل معاه مين؟ الراجل بتاع اللي هو المانجمنت اكاونتنت، المحاسب الاداري. بس الكواليتي بيحددها المهندسين والناس المسؤوله عن الانتاج، تمام؟ الكواليتي از ديتيرمايند فيرست بيكوز ات افكتس ايفريثينج. هي بتحدد، هي اللي هتحدد الكوانتيتي عايزها قد ايه والبرايس. يعني انت لو مختار حاجه بلاستيك نوعه رديء، رديء، فانت هتحتاج هيبقى العرف بتاعك فيه كبير، فتضطر تحتاج منه كميه عاليه، يبقى البير يونت بتاعك عالي. وهيأثر بقى، لو انت هتجيب حاجه رديئه هيبقى تأثر على البرايس. ممكن تجيب سعر قليل بس هيستهلك منك كميه كبيره. لو جاب كواليتي كويسه، بلاستيك نظيف فيدخل في تصنيع واحده موبايل واحد، فممكن الكميه اللي تستهلكها قليله. اه ممكن يكون السعر عالي بس هيتعوض بانك هتستخدم كميه ايه قليله، وهكذا. كواليتي ليفل از ديتيرمايند باي ذا برودكت تارجتد ايه ماركت نيش. انت النهارده هتحدد الكواليتي بتاعك ازاي؟ بناء على السوق المستهدف. انت ممكن تكون نقول يعني لو الموبايل ده هيتباع في اوروبا، ماشي، مثلا يعني هنعمل حاجه يعني هاي كواليتي فوق الوصف. لو هيجي هنا الشرق الاوسط فحاجه ماشي حالك، الناس دي ما تفهمش فخلاص بدون اي حاجه، تمام؟ وهكذا. فيبقى انت ايه الاسواق المستهدفه بتاعتك ايه اللي هتحدد الكواليتي. مين اللي بيعمل الكواليتي؟ ذا ستاندرد ديفلوب باي انجينيرز مهندسين، برودكشن مانجرز اللي هو المدراء الانتاج، والمانجمنت اكاونتنتس وركينج توجذر اون ذا بيزس اوف برودكشن فاسيلتيز اند ذا كواليتي اوف ذا برودكت ذا كوستس اوف مانيفاكتشرنج اند ذا اكوبمنت تو بي يوزد. تحدد هم اللي بيعملوا المعيار ده بناء على الايه؟ البرودكشن فاسيلتيز، التسهيلات الخاصه بالانتاج، الكواليتي اللي احنا قلناها حددناها، تكلفه التصنيع بتاعتنا، والاكوبمنت تو بي يوز الالات اللي هتستخدم. ده بالنسبه للايه؟ للدايركت ماتيريال. الدايركت كوست بالنسبه للستاندر دايركت ليبر، قال لك بيدخل فيها البرودكت كومبلكسيتي، مدى تعقيد المنتج هو اللي يحدد. ما انت عايز بقى عمال، موظفين فنيين مهاراتهم يعني
هاي سكيل ولا سيمي سكيلز ولا يعني كده، بتحدد درجه مهاره. يبقى درجه تعقيد المنتج هتؤثر على الايه، على على المهارات اللي انت محتاجها. بيرسونال سكيل ليفلز، ذا تايب اوف اند كونديشنز اوف اكويبمنت. ولو الالات والمعدات بتاعتك كويسه يبقى ممكن تغنيك عن انك تستعين بناس مهاراتهم عاليه او يكلفوك عاليه قوي. اند ناتشر اوف ذا مانوفاكشرنج بروسيس والافكتس لايك ليبر كوستس، مانجمنت اكاونتنتس، انجينيرز، برودكشن مانجرز، ليبر يونيون. طبعا هنا في بعض الشروط، فانت لما تحدد اجر العامل او تكلفه العامل بتاخد في الاعتبار احتياجات الليبر يونيونز والهيومن ريسورسز اللي هي الموارد البشريه اند اذر افكتس دايركت ليبر ستاندردز. النقطه اللي بعد كده، لما نيجي نحدد الايه الليبر يوساج ستاندردز، الليبر اللي هو يعني احنا حددنا سعر العامل، قيمه الفلوس بتاعته او اجره، ان نشوف عدد الساعات اللي هيشتغلها العامل في الانتاج الواحد الواحد. لازم ناخد ايه النورمال اكسبكتد اكويبمنت داون تايم، انت شغال ان الالات هتقف، ان ورك بريكس، وركر بريكس، الراجل عايز ياخد يرتاح، ياخد وقت راحه. اوكي، ذات سلو ذا برودكشن بروسيس، اللي اي وممكن يريح او ممكن هو اللي يكون في بعض الوقت يعني مش شغال كويس في وقت، ووقت تاني يعني بضاع وقت، فتاخد في الاعتبار كل هذه الامور. قال لي لما تيجي تحسب الاجر اللي عامل بتحسبه على الجروس ايه، بيز باي نوت نت بيز، مش على الصافي، على اجمالي اللي الراجل بيقبضه. مهم جدا ده، طبعا ده طبقا احنا بنتكلم على لما تيجي تحسب التكلفه بتاعته، يبقى الجروس باي، الجروس ايه باي، اجمالي الراجل اللي بياخده. لما تيجي تحسب تكلفه المنتج، تكلفه الوحده، يبقى فيما يخص اجمالي الراجل ايه، راتب الراجل او اجمالي ايه المدفوعات اللي بيدفعها للعامل او الفني. تمام. بالنسبه للفرنج بنفيتس، لو راجل بياخد مزايا اضافيه، الاوفر تايم، شيفت بريميومز اللي هي اقساط التامين والحاجات دي، نورمال كونسيدر ليبر ريليتد ايه اوفر هيد كوست، دي بتبقى اعباء ولا تدخل في تكلفه الايه المنتج، ولا تدخل في تكلفه المنتج. طيب ازاي بقى، ايه الطرق اللي بنستخدمها عشان نعمل الستاندرز دي؟ لا، سورس اوف ستاندرد سيتنج، انت تحدد الستاندر. قال لي several sources often are used simultaneously بالتوازي when setting standards. Activity analysis, historical data, market expectation, strategic decision and benchmark. يعني ممكن تعمل activity analysis. Activity analysis ده نوع من انواع activity based costing. Activity based costing ان انت، هناخدها برضو في التكلفة، ان انت لما تيجي تعمل التكاليف بتاعتك بتبتدي تحلل الانشطة اللي بتدخل في ايه، اللي بتؤدي في النهاية ان انت تؤدي المهمة بتاعتك. Activities المتضمنها، لو انت بتنتج الات فتشوف كل الاكتيفز اللي بتساهم في الانتاج، الاكتيفز اللي لها تاثير على العمليه الانتاجيه، وتجيب تكلفه كل نشاط من هذه الانشطه. تمام. وتبتدي تحدد احتياج المنتج بتاعك من هذا النشاط، وتبتدي توزع التكلفه بتاعته. طبعا موضوع يعني فيري سوفيستيكيتد، يعني معقد جدا، بس ده يعتبر اللي هو الاحدث نظام التكلفه، او احدث مصادر التكلفه، احدث الانظمه الخاصه بالتكلفه واعداد معايير التكاليف حاليا متواجد. تمام. فبول اكتيفيتي اناليسيس از بارت اوف اكتيفيتي بيزد كوست ايدنتيفايز كوتيفايز اند انالايز اكتيفيتيز نيدد تو فينيش ا جوب اور اوبريشن. بالنسبه للهيستوريكال داتا، انت بتعتمد على البيانات التاريخيه اللي قلنا عليها، وممكن تعمل لها ايه ادجستمنت بناء على المعطيات اللي في الواقع، وبتبتدي تحدد الستاندر بتاعك. تمام. الماركت اكسبكتيشنز اند استراتيجيشن، ده بيبقى بادجيتنج او فوركاستنج، عفوا، بيبتدي يدرس السوق ويعمل تحليل استراتيجي للسوق، ويبتدي يحط الستاندرد بتاعه على توقعاته، السوق اللي طلبه، الطلب هيزيد في السوق، السعر هيزيد، في الاقتصاد في حاله رواج، الاسعار يعني الاسعار مثلا في انخفاض في الاسعار، فهيبقى في هيبقى بكميه اكبر. واما اذا بيعمل فوركاستنج عشان يقدر في النهايه نحدد الستاندرد بتاعنا، نحدد الستاندرد بتاعنا. البنش ماركينج هي مساله انك بيست ان كلاس، سيرشنج اباوت ذا بيست ان كلاس ان ذا ماركت. بيست ان كلاس هنا مش شرط يكون في يعني بيست ان كلاس في السوق، ممكن يكون بيست ان كلاس ده خاص بالايه، بنفس الصناعه اللي انت فيها، او في 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 الاقتصاد كله، في البيئه كلها، سواء في اي صناعه، مش شرط يكون الصناعه بتاعتك. البيست ان كلاس ده كمان ممكن يكون داخليه، يعني انت ممكن تحاول تدور على افضل بنش مارك بتاعه وتقول هو ده الستاندرد اللي انا هعمله. اوكي، يكون داخليا عندك انت افضل اداء ليك في الشركه، فتعتبره البيست ان كلاس بتاعك، وتبتدي هو البنش مارك بتاعك اللي انت هتوصل له، او زي ما قلنا يكون
سواء خارجيا سواء شركه لها نفس العمليات بتاعتك بتؤدي نفس الاعمال بتاعتك وبتنتج نفس المنتج، او شركات اخرى في خارج الصناعه بس لها نفس الايه البروسيس بتاعتك. تمام. بنش ماركس فور كوانتيتي ثوت اوف كابشرنج بيست ان كلاس، تمام، اللي هو البنش ماركينج ده. كده بالنسبه لي الوسائل الطرق اللي ممكن نعمل بقى ديفلوبمنت فور ستاندرد. اخر حاجه معانا النهارده ان احنا هنتكلم في الماستر ايه بادجت. الماستر بادجت هي ايه؟ ها، هي ذا ماستر بادجت از ذا اوفر اول بلان فور اوبريشنز، هي الخطه الكليه بتاعت العمليات فور ا كومباني بزنس يونت اوفر يير اند ان اوبريتنج بيريد اور شورت ديوريشن. هي الماستر بادجت يا جماعه تضمن كل الموازنات الخاصه بالعمليات، سواء كان بقى موازنه نواب، موازنه عمال، موازنه تكاليف اوفر هيد، بتجيب الموازنات دي كلها وتدمجها في موازنه واحده تديك الماستر ايه بادجت. ذا ماستر بادجت سيتس كوانتيتيف جولز فور اول اوبريشنز، خلي بالنا نركز على دي كوانتيتيف جولز ماهيش كواليتيف، كوانتيتيف ها، انكلودنج ديتيلد بلانز فور ريزنج ذا ريكوير كابيتال. من ضمن الكوانتيتيف جولز انها تقول ان احنا محتاجين اموال، فتدينا خطه ان احنا نعمل الايه اللي نجيب how to acquire the capital، راس المال. The master budget is a map showing where the company is heading، بتحدد الشركة راحة فين. If it's poorly designed it will show the company heading in the same direction as strategy and the long term plan، لو هي محطوطة بشكل كويس فهيبقى بتحدد ان الشركة ماشية لازم تكون ماشية في اتجاه الاستراتيجية والاهداف طويلة الاجل للمنشأة. The budget is more precise and shorter duration than long-term plans and it's more focused on responsibility center than long-term planning tools. بتركز على هي اقل فترتها اقل من اللونج تيرم بلان او الاستراتيجيك بلانز، وهي بتركز على مراكز المسؤوليه اللي هي responsibility centers او business units، عكس اللونج تيرم بلان بيركز على الايه على الشركه ككل. اهداف اللونج تيرم بلان او الاستراتيجيك بلان اهداف بيشغل على الشركه ككل، انما البادجت بيحط اهداف لكل responsibility center او cost center revenue center whatever. عندي نوعين اساسيين من الايه من الماستر بادجت، اوبريتنج بادجت وفاينانشال بادجت. اوبريتنج بادجت من الاسم برضو نقدر نعرف الفرق ما بينهم. الاوبريتنج بادجت كل العمليات الخاصه بالمنشاه، سواء كان برودكشن، سواء كان بيع، سواء كان دايركت ليبر، كل العمليات الخاصه الاوبريشنز. تمام. فبقول الاوبريتنج بادجت ايدنتيفايز ريسورسز ذات ار نيديد فور اوبريشنز اند از كونسرند وذ اكوزيشن اوف ذيس ارز، بتحدد مصادر الموارد اللي احنا عايزينها للشركه وازاي نحصل على هذه الموارد، سواء كنا هنشتريها من بره او هنصنعها داخليا. بتتضمن البرودكشن الانتاج، المشتريات، السيلز، بروموشن بادجتس، والستافنج بادجت، التوظيف كمان بيدخل في ده في الاوبريتنج بادجت، انك تجيب الموظفين وتعينهم كده. الفاينانشال بادجت شغلتها الايه الفلوس، فاندز، ماتش سورسز اوف فاندز وذ يوزز اوف فاندز ان اوردر تو اتشيف ذا جولز اوف فيرم. يبقى الفاينانشال شغال على ايه؟ على الايه الفاندز، استخدامات الاموال وطرق الحصول عليه عشان نحقق اهداف الايه المنشاه. زي ايه عندنا البادجت فور ايه؟ ها؟ الكاش فلو، الاوت فلو، الفاينانشال بوزيشن اللي احنا قلنا عليها البروفورما فاينانشال بوزيشن، والفاينانشال نت انكم ستيتمنت او اوبريتنج انكم، وعندي حاجه اسمها الكابيتال اكسبنديتشرز. الكابيتال اكسبنديتشرز بتركز على المصاريف الراسماليه او الاستثمارات، الانفستمنت ايه؟ لونج تيرم انفستمنتس. تمام؟ كده احنا بنكون خلصنا التوبيك الثاني في سيكشن بي في بارت 1 اللي هو بنتكلم فيه، كنا بنتكلم فيه عن البادجيتنج كونسبتس. ان شاء الله تعالى هنكمل المحاضره الجايه نتكلم عن الفوركاستنج، ونحاول نخلص السيكشن ده في اقرب وقت. يعني اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.